يا سيد. نعم. مخليك معانا يا سيد، كلمنا يا سيد. ايوه يا بيه يا بيه يا بيه، انت سايبني كده يا بيه من غير ما اركب العجله، وانا كنت عايز اركب العجله. اسمع بقى، العيال دول من النهارده دول ولادي، بس انا كنت مخليهم مع فسيخ البواب يربيهم لحد امك ما ماتت، وفضلت مخبي عليها السر دي لحد ما ماتت. طب وهتقول لها امتى؟ امك ماتت يا سيد. ايوه هتقول لها امتى يعني ان دول مش ولادك؟ يا سيد ما تعفلجنيش، اسمع. العيال دول تعال يا ولاد. يعني دول ولاد فسيخ البواب؟ دول ولادي على الطلاق بالثلاثه ولادي. يعني ولاد فسيخ البواب. دول ولادي والله، اسمع. هيعيشوا معانا هنا على طول. على طول فين؟ هيعيشوا معانا هنا في البيت بتاعي؟ البيت بتاعك ده كان زمان ايام ما ابوك كان عايش يا سيد، لكن دلوقتي البيت ده بتاعنا، مش عاجبك امشي. امشي اروح فين؟ ده بيتي، ده بيتي انا، وانا لازم اقعد هنا يا عمي. ده بيتي، ده بيتي، وانا بقول لك اهو انا لازم اقعد هنا في بيتي. هو ايه اللي جاب مفيد فوزي هنا؟ لا 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 لا، انا لست بابيه ولست لي علاقه بهذا، انا عبد التواب. عبد التواب ابن البواب؟ اثبت انه ابن البواب. وبعدين بقول لك ايه، انا معايا ورق البيت ومعايا ورق التريلا بتاعت ابوك كمان. خد يا سيد، خد يا سيد المقاشه دي، روق لنا البيت كده يا سيد، واتخلى يا سيد، اتخلى عشان نلعب مع بعضينا. يعني ايه انا اللي هقعد اتنص وامسح في البيت؟ ليه؟ ده بيت انا وانا هبقى شغاله في البيت؟ ايوه يا سيد، خد البس دي، دي بتاعت المطبخ. هو انت مين؟ يوه انت مين بجد؟ انا لولو. ازيك يا لولو؟ اهلا وسهلا. وانت مرتبطه؟ اه مرتبطه. طب انت بتحزميني ولا ايه يا لولو؟ يا لولو وانا هرقص؟ يا سيد اسمع، ها الاوضه اللي انت كنت بتقعد فيها زمان خلاص من النهارده هيقعد فيها ولادي. يعني ايه وانا هقعد فين طيب؟ يعني انا هقعد اكنس وامسح وكمان الاوضه بتاعتي هتاخدوها، انا هقعد فين؟ اقعد مطرح ما تقعد في المطبخ. لا مش عايز اقعد في المطبخ. اقعد في اي حته انت عايزها. اقعد في الحمام. اقعد في الحمام يا اخوي. ولا اقعد في الاوضه بتاعتي؟ الاوضه خدها عيالي خلاص. عيالك دول؟ ايوه دول هم اولاد فسيخ البواب؟ ولاد الزفت البواب. عاجبك كده؟ اسمع يا سيد، انت من النهارده يا تقبل تعيش معانا على وضعنا ده يا اما تمشي. قلت ايه؟ لا اقول ايه؟ اقول ايه؟ يا رب يا رب، بيتي خدوه، بيتي خدوه، هيجيبوا ولاد البواب ويقعدوا. مفيش احسن من ذكر الله. يا زيكس، هناك مثل عربي يقول سيد القوم خادمهم. انت مين؟ انا سيد. واحنا القوم، اخدمنا اخدمنا يا سيد. هو المثل ده معمول عشانكو؟ اي نعم، عشان ولاد البواب. ماشي، حضر لنا بقى لقمه هنيه. ها عشان ايه؟ ادعي لك دعوتين، ربنا يكرمك، انجز. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. لما تعمل الاكل ما تحطش كاتشب حار عشان بيلسعني في لساني من قدام. هو انت مين؟ يو بقى انت مين بجد؟ لولو. انا لولو. لولو؟ اه. مرتبطه؟ انت مستقلتني هنا من شويه وقلت لك اه؟ اما كنت سامع الاجابه. اه مرتبطه. انا هدخل اخد شاور واجي على طول. هتاخدي ايه؟ شاور. طب خلي بالك. ماشي. يلا يا سيد اقلع. نعم اقلع. ليه كده؟ ما انا كمان هقلع. وبعدين؟ وهنسخن بعضينا. يلا يا سيد ما تعطلنيش يا سيد، عايزك تسخني. في ايه يا سيد؟ ما تقلع يا سيد، خلينا نقلع. يا انا يعني انا وافقت ان انا ابقى شغال عندكم. اقلع ايه؟ انا إيه؟ مش هقلع. لا أين الطعام اللذيذ الديليشيز؟ يا عم تواب يا ابن البواب. نعم. الحق اخوك بيقول لي اقلع. ما انا نفسي جاي اقلع واتفرج معاك. ايه الاخلاق بتاعت العيله بتاعتكم دي؟ الرجل عنده ماتش في الملاكمه ويريدك ان تلعب قصاده. اه ملاكمه. انا خيالي راح في المصارعه. لا انا داخل بقى بطوله البلد وعايز ابقى ولد، فعايزك عايز ايه؟ عايز ابقى ولد. وانت ايه، بنت ولا ايه؟ بنت ايه؟ انا عايز ابقى ولد يعني ابقى بطل، فعايزك تسخننا يا سيد. يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا هكنس ولا هحضر له الاكل ولا هسخنك؟ انت عايزين مني ايه؟ ماليش دعوه، انا عايزك تسخنني. حاضر حاضر حضرتك. اعمل ايه دلوقتي؟ اه اعمل ايه؟ ايه اعمل ايه؟ تسخن معايا. حاضر. نلعب ماتش دلوقتي وتسخن معايا ان شاء الله. فيه يا عمي يا عمي يا ناس، في ايه؟ صكوا عليك كده ليه وبتزعقوا على الفاضي؟ في ايه؟ مش عارف اخد شاور. ايه ده انت مين؟ يو مين؟ انا لولو. عايز ايه يا لولو؟ انتوا بتزعقوا مش عارف اخد شاور براحتي. بص ده احسن واحد يسخنك، خلي بالك. يلا
بقول لك يا سيد انا مش طالبه معاه كده. انت اللي هتلعب معاه الماتش وانت اللي هسخن معاه. يابا خش يابا يابا حضرني الماتش يابا. تعالوا 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 عايزك تسخن عايز البطولة يلا يلا. عايز البطولة السنة دي هنفخ لك مية في بوقك في وشك. لا مش عايز. يلا يا حبيبي يلا. يلا يلا حبيبي يلا رن الملعب نبتدي يلا يلا. الدولة الأولى يا رب. ويبدأ الماتش أعزائي المشاهدين بين التريلا والدهول. مش عارف ازاي التريلا بتلعب دهول بس الماتش هيبقى دهول. أقول لك إيه أنا مش فاضي. يا ولد يا دهول اديله يا دهول اديله ما ترحموش اديله. ايه ده؟ ايوه هوبا. في ايه؟ بعدين بقى في الماتش الغريب ده ازنكوا ازنكوا ياض حلق عليه حلق عليه ياض حاج الحبل وقع الحبل وقع. بعدين بقى في يوم الازرق ده بقى انتهت المباراة بفوز عنتر الدهول. الحمد لله وجبالة هدو شارع سدو عنتر جالكو يلا استعدوا. جبالة هدو شارع سدو عنتر جالكو يلا استعدوا. يا رب يا رب انا ابويا يموت امي تموت وانا في الاخر اتعذب مع اولاد البواب. ماشي انت يا سيد. نعم. قوم افتح الباب سوسو صاحبتي جت. صاحبتك؟ اه. وانت مين؟ انا لولو. وصاحبتك؟ ايوه. غريبة جدا. حاضر هفتح. حاضر. ايوه ايه الخبط المبالغ فيه ده؟ اتفرج عليا بقى لما بسرح شعري ببقى مصيبه. ياي ده شكله وحش قوي يا لولو. لا هو ما تخافيش يا حياتي ما تخافيش. بقول لك ايه تعالى استشور لي شعري يلا عشان احنا هنرقص. استشور لك شعرك؟ اه بسرعه بلاش رغي البنات ده. انا اللي رغي البنات؟ ايوه. انت مين؟ انا لولو. حط الفيشه فين؟ يا لولو لولو اسمح عندك في عندك كوبس ساشور وانت شاكت. وانا شاكت ازاي؟ ساشور لخبطتنا في حياتنا. عندك كوبس؟ ما عنديش كوبس. يبقى ساشور كده من غير كوبس. اه ساشور اكنك بتساشور. اقول فو بقول لك ايه خلاص فو بلا فو بلا بتاع. سقف سقف. حاضر. اخيه 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 واجب تسقف لهم يا سيد واجب تسقف. ما هي ست لولو اللي قالت ست لولو ايه؟ اتكل على الله روح اعمل الغدا انت روح. حاضر. وانا اسقف للقمر ده. انا دلوقتي يابا انا عايز 20 لتر لبن وعايز 128 بيضه. عايز ايه؟ عايز 128 بيضه. اجيب لك 128 حمراء؟ وايه ده؟ وايه هو ده؟ انا عايز انا بيض بروتين. اه تاني بنزين صح صح. طب حاضر انا اجهزهم لك هنا. جهز لي يلا بينا.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما الذي يحدث في هذا البيت؟ يا مغيث، يا مغيث، أبي الرجل الطيب الطاهر يترقص كأوكا وأورتيجا؟ ومن هذه الراقصة؟ والله كوكو عايزة لك وش دوكو. لا 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 لا، كل هذا العبث يحدث لأنني نزلت لكي أشرب حجرين معسل على القهوة. طب والله ما أنا ساكت، والله ما أنا ساكت. أيوة ما تسكتش، ما تسكتش عليهم، ما تسكتش، هتعمل إيه؟ فعلا سأشرب الشيشة هنا. يلا رسي لي حجر يا سيد. حاضر. حاضر هرسي لك حجر، حاضر. يلا يا سيد عايز أتغدى يا سيد. حاضر أعمل لك الأكل، حاضر. سيد هاي تعال اعمل لي مساج يا سيد. حاضر هاجي اعمل لك مساج. سيد ها تعال سقف يا سيد. حاضر. سيد رسي لي حجر يا سيد. حاضر. سيد تعال اعمل لي الغداء يا سيد. حاضر. سيد مساج بسرعه والنبي يا سيد. حاضر. سيد ها تعال سقف يا سيد. حاضر. الحجر يا زيكس. اعمل لي الغداء يا سيد. حاضر. مساج بسرعه يا سيد. بسرعة. الحجر يا زيكس. بسرعة يا سيد. الحجر يا زيكس. أسرع. يا سيد. الأكل يبرد يا سيد. مساج بسرعة يا سيد. الحجر يا سيد. افتح الباب يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ استغفر الله العظيم. ايه سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن موجودون الآن داخل إحدى المنازل الفقيرة كما تشاهدون الآن خلفي جميع رموز توايف الشعب. ها هو رمز التدين، وها هو رمز التعسب، وها هو رمز اللامؤاخذة. ايه ده؟ مش ده الواد السوداني اللي لعبنا في النهاية؟ ولا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين، الشمال بتاعته لو جلت اليمين تلزع على طول في وجهه. اركب الهوى. في يا اخوانا انا مش الملاكم. امال انت مين؟ انا معكم مراسل القصر الملكي عثمان ابو العافيه. من القصر الملكي؟ نعم. عملت ايه يا سيد تاني في الملكي؟ جبت رز بلبن بس. هو بيقول القصر الملكي، عملت ايه؟ اعترف. هذا ولد ارهابي شنقيط. انا نعم. شنقيط؟ نعم شنقيط، وانا شاهد طيلة الليل يخطط لعملية ارهابية كبيرة، وانا اقول له لماذا يا زيكس؟ نحن نحب الملك يا زيكس. يشاور بإشارة غريبة ويحرك صوابعه الاربعة. والله ايدي ما مطوعان اعمل. أنا؟ يا جماعة، يا جماعة. لا الجماعة فطورة خلاص. عذراً أنا لم أقصد الجماعة دول، أنا قصدي الجماعة دوكم، وعشان كده جيت لكم النهاردة سايب لكم دعوة. دعوة؟ دعوة إيه يا حبيبي؟ دعوة إن شاء الله مستجابة، الملك دعيكم للقصر عشان يجوز بنته. خدتوا بالكم يا ولاد قد إيه أبوكم مهم؟ روح بلغ الملك وقول له زكي الدهول لي وعياله هيجوا يحضروا الفرح النهارده. هنيجي كلنا. قوله عذرا لم اسمعك بوضوح يا سيدي. بقول لك قول له زكي الدهول لي وعياله هيجي يحضروا الفرح النهارده. ايوه كلنا جايين يعني. نعم نعم نعم، ولكنه ليس فرح. امال ايه؟ طهور. يا لقد قرر الملك ان هو يطبق مبدا اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، وعشان كده دعوكم كلكم النهارده منتظرينكم في القصر. كان معكم حامد ابو العافيه اللي استحمل الناس دي بالعافيه. ايه ده؟ مستحمل مين بالعافيه؟ هذا كاميروني يا الله. اركب الهوا، اركب الهوا. اديله حبيب الدين. حلو يلا بعد، يلا عشان نروح القصر. انا مش مصدق اللي بيحصل، ده حلم ولا خيال؟ ما هي هي حلم او خيال، هي هي. ولكن هذه قلة حية، حفلة ومسخرة، بدل ما يشوفوا الناس الغلابة اللي مش لاقين ياكلهم ويعملوا حفلة. الحفلة حرام يا عم. اقعد بقى يا عم. هو يعني ينفع الأميرة دي أصلا تحب واحد فينا؟ ده مستحيل. ليه يا حبيبي؟ ليه ده تحبك وده انتوا عيال جمال. الله يخليك، الله يخليك يا عم، الله يخليك. هو مش واثق من نفسه، أنا مش عارف ليه. بتكلم على أولاد، أنا ما بتكلمش عليك، مالكش دعوة. يا عم أنا برضو زي أولادك، ما أنت جوز أمي اللي هي مش أمي اللي هي مرات أبويا، الله يرحمهم كلهم بقى. طيب يا حبيبي، طيب يا حبيبي، هتروحوا تعملوا إيه أنتوا بقى؟ أنا هروح أرقص لها، ولو ما اتجوزتنيش ممكن تبقى جيرل فرق.
الجيرل فريند بتاعتي. ايوه ايوه دي سهله. ايوه وانا ادعيها على ماتش الملاكمه بتاعتي ان شاء الله لما تلاقيني بقطع الوادي النجيري اللي جاي هتحبني. ايوه وانا هوريها مناخيري ان شاء الله هتحبني يعني. بس تلقى البتاع ده كله موزس طبعا. موزس بجد والله؟ اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله. ياد انت اجرفني في عشتي ياد ياد. انا كنت خاربها والله حرمجي. يعني هنروح كلنا الحفله؟ ايوه. لا هيقعد على التواب هنا وانت وهو، وانا اروح انا وعيالي الجمال دول. لا انا مش هقعد، انا هاجي معاكم. هتيجي تعمل ايه؟ ما انت جارفنا كل شويه تقول الموزس حرام مش عارف ايه حرام. اجي علشان اتفرج، اقصد ادق لهم ناقوس الخطر حتى يعودوا عن طريق الفساد. نعم، ويمكن الاميره تعجب بيه او تتزوجني. خلاص ماشي سيد تعال. ايوه انا عارف عارف، هلمع الشبشب واجي معاكم. تيجي معانا فين يا سيد؟ هاجي معاكم الحفله. حفله ايه؟ الاميره عايزه عريس مش عايزه عفريت. انا عفريت؟ انا عفريت؟ وعشان مناخيري كبيرة شوية، وعشان شعري وكش شوية، وعشان نظري ما بشوفش خالص، أبقى أنا عفريت؟ أنا عفريت؟ لا حول ولا قوة. هيبكينا سيد، هيبكينا وإحنا رايحين مهمة مستحيلة. اسمعوا يا أولاد، إحنا نمشي وسيد يقعد هنا بقى يخدمنا ويغسل ويطبخ ويمسح ويخلي البيت فرنطوشة على ما نرجع. ماشي. بالمرة وإحنا معديين لازم نعدي على التوحيد والنور نحنت في نفسينا. ونعدي على نادي الترسانة لأن أنا محتاج أوريك حركة جديدة يا عم. إيه الحركة يا حبيبي؟ ده في إيه؟ إيه في في كلاب في اجري 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 يلا. عايز اروح الحفلة، اشمعنى كلهم يروحوا وانا ما اروحش؟ عايز اروح الحفلة. سيد تريلا، سيد تريلا يا سيد. مين؟ سيد تريلا. ازيك يا سا 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 سيد يا سيد سيد يا سيد. ايه ده؟ انت مين؟ بعرور؟ انا بعرور قوي يا سيد، وخلي بالك انا بعرور الساحر تا 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 تا. طيب يا طيب طيب يا طيب. يعني انت الساحر الايه؟ الطيب. امال الساحر الاهبل يبقى شكله ايه على كده؟ ده الساحر الطيب ازاي يعني؟ من اولها يا سيد. ايوه بص يا سيد، انا جاي عشان احقق لك الامنيه بتاعتك. بجد؟ انا نفسي اروح الحفله ونفسي الاميره تعجب بيا ومثلا ممكن تتجوزنا او ما انا جاي عشان كده مثلا او اي حاجه. ما انا جاي عشان كده يا سيد، جاي عشان اوديك الحفله اللي انت عايزها. بجد؟ بجد. ده انت ساحر طيب جدا فعلا. بس خلي بالك يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا. انت لازم يا سيد تمشي من الحفله دي قبل الساعه 12 وتلت. هي مش 12؟ انتوا زودتوا تلت ساعه ولا ايه يا سيد؟ انا مديك يعني اهو تلت ساعه زياده يا سيد. تلت ساعه؟ ماشي يا عم، متشكرين على الواجب ده. بس يا سيد انت هتحتاج شويه كده تغييرات عشان خاطر بس تروح الحفله. ماشي، حاجات بسيطه يعني. كلها حاجات بسيطه. ماشي. دخلوا الكرسي. انت جايب كرسي؟ تعال يا سيد اقعد. حاضر. بص يا سيد، انا عايز اقول لك على حاجه الاول. ها بص يا سيد. ايوه يعني اقول لك على حاجه بسيطه. ما تقول اهو يا سيد. بص يا سيد. ايوه انا عايز اقول لك على حاجه قبل ما اظبط لك كده. محتاج كده كرسي كويس ولا اعلهه لك شويه؟ هو انت ساحر ولا حلاق يا عم؟ لا انا اتنين في واحد، ساحر وحلاق. اها ها اها ها حضرتك هتكرهني في كل السحرة ليه كده؟ بص، طب انا وش في شويه تغييرات هعملها لك، هنقصر الشعر شويه. أيوة. والسوالف تتظبط. ايوه ونعمل لك كمان حمام كريم. كريم؟ ايه رايك؟ والله كويس ان انا جيت لك المحل. انا بقى اعمل لك حته دين، انا بقى اعمل لك حته دين قصه. ايوه بس انت عندك جل شعري كويس؟ لا انا صراحه ما عنديش جل. شكل
ها ايه خلاص؟ ايه رأيك كده يا سيد؟ ها ايه يا سيد؟ ايه ده؟ انت بوظت شكلي يا عم. ده انت كده شكلك حلو قوي يا سيد. كده حلو قوي؟ قوي. ده فين مناخيري؟ كل ده اتشال اتشال. اتشال شال؟ اه. يعني كده كويس؟ كده تمام زي الفل، بس أنا عايز أقول لك على حاجة، ممكن آخد الكرسي بس عشان عليه إصابة. هو حضرتك مين؟ أنا الساحر الطيب. ماشي، بس خلي بالك يا سيد، أيوة. الساعة 12 وتلت يا سيد، أيوة. تيجي، وإما هتتحول لسيد تريلا تاني. حاضر. ماشي حاضر. يا سيد. الساعة 12 وتلت بالظبط يا دي اللبخة، 12 وتلت. حاضر. سلام يا سيد. يا عم الساحر مناخيري وقعت. خلي بالك عشان عندنا عرض بكره والنبي. ياه اخيرا اخيرا هروح الحفله بتاعت الاميره. يا عيني ليلي يا ليلي يا ليلي بقول يا غاوي يا الفن اسمع فن عرايك يا غاوي يا الفن اسمع فن عرايك يا حلاوة الليل الليل لما يطول على الرايق وعاوز الموجودين معانا النهاردة والمشاهدين يكون مزاجهم كمان كمان رايق يكون مزاجهم كمان رايق وسيد بعد ما شاف الذل من جزمه قالوا الساحر وخلاه شاب جميل ويبقى مزاجه رايق وكان الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف الملك عامل حفلة في القصر وجايب طبول وضفوف وعال أبيب الأميرة تبصي بعنها وتشوف عشان الأميرة تنقي بعنيها بقى وتشوف ويبقى سعيد الحظ اللي تشاور عليه الأميرة كمان شكرا سيداتي ساداتي قدمنا إليكم مليونية رجسني يا جدع بقيادة فرقة الأمير رضا الشعبية شكرا لكم كان معكم عثمان أبو العافية فتكوا بالعافية يا حراس ديبي 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 يا ديبي 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 يا ديبي 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 يا عمري مولاي عمري مولاي لا 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 انتوا متنكرين عاملين ديك رومي ايه لا
يعني ايه يعني؟ ما انت متنكر عامل سوداني، وانت عملتها قبل كده. لا، اللي فات ده كان سوداني، دوك هنوبي. هي تختلف؟ ما تختلفش، بس ما فيش ديك الوقت بنعمل اي حاجه. فوت احنا ندخل في الموضوع بقى. ندخل في المهم. فتشت البوابات؟ اه يا فندم، بس في مشكله. خير؟ ألطرس المملكه واقف على البوابه، ومعاهم شماريخ وحالفين يخشوا القصر يدغدغوه على اللي جابونا ويقتلوا الملك. يقتلوا الملك؟ ما يعرفوش ان ده ملك، ملك يعني ما ينفعش يموت، ده يا دوبك يتكش. يخرب بيت عسل. انت عسل. والله سكر، الحمد لله. ندخل في المهم بقى مولاي. المهم، الناس بتوع البوفيه وصلوا؟ الناس بتوع البوفيه وصلوا، بس هيتاخروا شويه. طب والناس بتوع السكيورتي وصلوا؟ لا، بتوع السكيورتي بقى جم، بس هيتاخروا شويه. انت تبرشم بقى وتيجي تصدعني انا؟ اسكت، مش البرشام جه، بس هيتاخر شويه. خلونا في المهم، خلونا في المهم يا اولاد. انت ايه، مش هتتكلم خالص؟ يا عم انا هتكلم، بس متاخر شويه. اهي الروشنه اللي بتعملوها دي هتطردنا من الجسر ومش هنلاقي ناكل. لا، ابوس ايدك، بلاش ناكل. ايه ده، انا ما تشايلنيش هموم اكتر من كده، ده انا ابن خالتي مات من كتر الهموم. ولما هو مش قد الهموم بيستهم ليه؟ يخرب بيت عسلي. طب يا عم انت، هو الملك جايب لنا واحد يقلش علينا؟ لا بس والله بيضحكني من القلب والله. يلا يا دي، انت وقتلها بره عشان يدخل جلالة الملك. انت بتكلمنا كده ليه؟ التعبت؟ انت مجننت في دماغك؟ اركب الهوا. يلا يا دي. السلام عليكم. فليتفضل جلالة الملك. دين دي 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 دين دي دي دي. ها، ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام، كله تمام يا مولاي. تمام. انا عايز اسالك بس، انا شكلي كده يعني ينفع ملك؟ يا مولاي انت الملك، ده انت الكينج. يعني انا شكلي كده مظبوط؟ شكلك تمام، بقول لك انت الكينج يا مولاي. تمام، الكينج ده اللي هو محمد منير، صح؟ منير ايه يا مولاي؟ محمد منير بتاع سو يا سو حبيبي حبسو. يا مولاي احنا ايام زمان، منير لسه ما ظهرش. طب بقول لك ايه، خلينا بقى في موضوعنا. ها، انا عايزك تركز وتفحص كويس اي حد داخل الحفله. تمام. ليه؟ انا عايز اختار لبنتي الزوج المناسب اللي ينفع يكون زوج لبنتي. انت عارف يعني ايه زوج بنتي؟ يعني جوزها. يا راجل، ونعم التفسير والتأويل، ايه الجمال ده يا مولاي؟ انت حمى الشعب كله. وبعدين ما تقلقش، انا هفحص ومحص كل واحد يخش الحفله. تمام. طب يلا بقى انصرف، وانا هروح اجهز كل حاجه. ماشي. ما تمام. ايه ده؟ ايه انصرف عشان انا متوتر. ايه ده يا مولاي، انت عليك حكم ولا ايه؟ لا لا يا اخويا، مش عليا حكم، عليا طار. خلاص خلاص، انصرف يا مولاي. انصرف انصرف. يلا انصرف. يلا، ده حاجه والله العظيم. حول الله. ايه يا ابني ده، بقول لك انصرف. انت مش عارف الاتجاهات ولا يا مولاي؟ انت شارب حاجه، انت اللي تنصرف من هناك، انا انصرف من هنا. انت اخر كلام. يلا. اوكي يوك، باي باي. يلا باي باي. ربنا يشفيك يا مولاي يا رب. عنتر ولولو وابي لماذا تاخروا الى هذا الحد؟ يا رب يا مغيث، يا ويلي، يا رب يا رب، عطل لهم الطريق وقفلها في وشهم حتى لا يدركوا أن يصلوا إلى الحفلة، حتى أفوز بقلب الأمر. أنا وحدي أنا، وأخذ أنا كرسي المملكة منها أنا، ويكون الملك حمايا أنا، وبعد أن يموت أو نخلعه أكون أنا الملك من بعده أنا. يا رب يا قادر على كل شيء. نعم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ارفع إيدك لفوق. أوه يما، مين؟ سلم نفسك يا سفاح يا حرامي، وقعت. أرجوك أرجوك لا تقتلني. لا هقتلك، سلم نفسك. يا ويلي يا غمرة يا رمسيس، أنت نازل فين؟ أنا نازل؟ أنا مش نازل يا أخويا، أنا هقتلك هنا. بو 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 بو. المرقعة دي أنا فاكرها كويس. أنت مين؟ أنا لولو أخوك. لولو؟ أيوه. لولو، لماذا تتنكر هكذا؟ لولو، منذ متى ونبت لك هذا الشنب؟ ما أنا بقى قعدت أفكر، تتنكر في إيه يا لولو؟ تتنكر في إيه يا أبو اللواليه؟ قلت أعمل حاجة جديدة عليا خالص، أعمل راجل. ومش أي راجل، ده أخطر رجل في العالم. بو بو بو. ابعد ابعد وأغرب عن وجهي، وإلا عملت معك الجلاشة. جلاشة سوبرمان. يا يا البدلة دي مضروبة ولا ايه؟ ايه ده؟ عنتر. او ماي جاد، عنتر.
أعوذ بالله تلبس البوكسر فوق البنطلون؟ يا عم هو سوبرمان كده بيلبس بوكسر من فوق وبوكسر من تحت. ايه دي عاداتهم، هو واتسو بيطير كتير في الجو فممكن يتزنق في اي لحظه يعمل ايه. اخرب اذا انت الاخر عن وجهي والا عملت معك الجلاشه. يا عم اقعد بقى بلا جلاشه بلا نيله. اوه مين الموزه دي؟ قشطه ورب الكعبه. ايه ده؟ مين اللي لفه نفسها في ملايه لف دي؟ تعالوا نشوف. تعالوا. هاي انا لولو. انا عبد التواب. وانا عنتر. ازيكم يا حبايب قلبي؟ ايه القرف ده؟ ايه ده انا عرفت انا طلعت كده لمين؟ يا بجوسة يا جوسة يا جوسة يا بجوسة. لا بس بقول لك ايه، انا قلت حفلة تنكرية قلت اجي اخربها، جبت احلى طقم في التوحيد والنور. ايه يابا ده؟ يابا لافف نفسك في ملاها لف يابا. حلو صح مش كده؟ كان في مايوه بكيني هناك كنت هموت عليه. يابا 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 يا بلاش مسخره يابا، الناس كده هتتريق علينا هنا. اسمع ياض اسمع ما تعفلجونيش. المهم دلوقتي سيبوكم مني انا جاي اروش. المهم انتم لازما الاميره تحبكم وواحد منكم يبقى عريسها. قول يا رب يمكن تحبني انا عشان انا بطير. لا هتحبني انا بقى عشان انا الصوت الحلو والرقه والجمال. اخر كلام اطمن هنسك. اهدأ يا حماقي اهدأ، انها ستتزوجني انا رجل يحكمها ويسددها في البيت. تتزوجني انت؟ لا هتتجوزني انا بقى. وهتتجوزني انا بقى. لا انا. لا اسمع ياض انت وهم ما تعفلجونيش على الطلقه قتلكم انتوا الثلاثه. اسمع ياض. المهم الأميرة تحب واحد فيكم انتوا الثلاثة مش مهم مين، المهم واحد فيكم يتجوزها ونخرج من بيت سيد تريلا المنتن ده ونعيش بقى في القصر الملكي الجميل ده. سيداتي ساداتي السلام عليكم ورحمة الله. هناك ها جاءت الآن لحظة دخول الأميرة المنتظرة الأميرة نور الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من منتصف المسرح. اتركوا لي هذه الطلعة. خش يا حبيبي ربنا يوفقك. تبارك الله فيما خلق، هذا الشب اللبن الذي يغلي في حلة. ميرسي. انت مش عارفة انا بحبك قد ايه، انا متابع كل اخبارك. سكيون. ده انت تفتحي نفس الواحد والله، تفتحي نفس الواحد على الحياة يا علبة زبادوه. ربنا يخليك. ها ايه رأيك فيا؟ بصوا هو انتوا كلكم زي الفل، بس انا عايزة اقول لكم حاجة، انا مش الاميره انا وصفت الاميره. ايه ده يعني خدامه؟ انجر يا بنت من هنا. انجر؟ ايوه. بكره تندم يا جميل. اذهبي يا قعر الحله يا حق الهباب. مش كنت من شويه قشطه ولبن؟ لا انت تسدي نفس الواحد على الحياه. يلا من هنا يا قلبي بلاك منيل يا سمش. يلا والنعمه لوريك. ايه والنعمه لوريك. إيه؟ هستناك على باب القصر. انت مش سياده ولا ايه؟ اقدم لكم الأميرة نورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي جاءت اللحظة المنتظرة، اللحظة الحاسمة، لحظة دخول الأميرة نورة الأمورة. كان معكم عثمان أبو العافية من شمال المسرح. فلتتفضل الأميرة. اخوك عامل لي فيها محمود الليسي. انت بقى اسمك ايه؟ انا عبد التواب. ايه ده ليه انت اذنبت قبل كده؟ شعري مظبوط؟
لا شعرك جميل بس السوالف طويلة حبة. أكنت محضر لك هدية معي يا سيدة الأميرات. اتفضل. هذه العلبة. العلبة دي فيها إيه؟ فيها فيل. فيل إزاي جوا العلبة والفيل راكن بره هو. نكذب؟ فيها خاتم ومش عارف ممكن تلبسه فين، مش فاهم أنا. أنت بقى اسمك إيه؟ أنا عنتر. بجد؟ أه والله. طب هات لي فرختين وكيلو كباب. معلش الأميرة مرحة مرحة مرحة. لا ده أنا أعلمك بقى ملاكمة بقى بخفة دمك دي. بجد؟ الملاكم حاجتين، الشمال واليمين بتاعته، الشمال بتاعته لو جلد اليمين تر. إيه ده؟ إيه ده؟ ده مرحبة الوحش، البس يا حبيبي. يا لهوي. لا لا أخويا أنا بقى عارف أتصرف مع النوع ده إزاي، إرجعي. الصوم هو الحل. ايه ده؟ بتطلع نار اخويا. لا كل واحد جواه قوة روحية لما يكون عنده إرادة بتطلع. على الطلاق انا ما خلفت رجالة. ها الجو حر قوي. لا حر مش ممكن وانا موجود. سيدتي الأميرة. نعم. قلتي إيه فيا؟ مش معقول أنت فظيع بس ما عجبتنيش. أنت بقى بتعملي إيه؟ إيه رأيك فيا؟ إيه ده؟ أنا عمري ما شفت الوزن ده في حياتي. ده وزن إيه ده؟ ده وزن الدبانة. طب امشوا بقى عشان أنتوا ولا واحد فيكم عاجبني. يلا بقى امشوا من هنا. إزاي ده إحنا بنحبك نحن والله. نحن نحبك. حبيبي. ايه ده؟ انت اسمك ايه؟ اسمي سيد. سيد؟ سيد. اسمي سيد تريلا. انت أميرة كعبورة. نورة ايه؟ طب قول لي يا سيد انت ايه هواياتك؟ انا هواياتي كتير. انت ايه هواياتك؟ بحب السباحة قوي. اكيد طبعا. اكيد انت اللي بتبقى جوه البحر والاهالي يقولوا لعياله ما تروحوش عند البراميل. صح صح. والعيال الصغيرة يوصلوا لغاية جوه وبعدين يقفوا وينطوا من عليكي. ايوه 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 ايوه. وما يبقى البحر عالي اوعى تروح عند الاميره. طب انت عارف انا بحب ايه كمان؟ ايه؟ ركوب الخيل. ايه ده بجد؟ انا اركب الفرس من هنا خليه فريس على طول. حضرتك غريبه جدا. انت الاميره؟ إيه بقول لك ايه؟ الحفله دي كلها معموله عشان انا اختار عريس واخترتك انت. اخترتيني انا؟ لا اخترت غلط معلش. ابوك صارف لان مش لاقي يجوزك. مين يتجوز الاحجام دي يعني؟ على فكرة انت لو اتجوزتني قلت النوم بتاعتي لوحدها فيها سرير طوله 610 في 430. يعني انا ماليش مكان في السرير؟ ماشي ماشي. لا انا مش هتجوزك. اتجوز ايه؟ ايه لا 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 اميرة ايه؟ اميرة ايه؟ لا ايه ده؟ انت مين؟ انا وصفت الاميرة. انت حلوة قوي. ميرسي. وانت كمان حلو. الله يخليك. هو انت ما حبيتش الاميره ازاي؟ ايوه ما احبها ازاي يعني احب فيها ايه؟ ده بص حضرتك تنين قرنوط. بس كل اللي واقفين حبوها. لا هم حبوها عشان اي حاجه تانية، لكن انا هتجوزها عشان فلوسها. مش عايز فلوس. بس هي تخليك تعيش عيشه مرتاحه. طب ما انا عايش عيشه مرتاحه طول ما انا دماغي مرتاحه. عايش عيشه مرتاحه وزي الفل. ياه هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي سيد تريلا. ايه سيد تريلا؟ ودول اللي هم اخواتي بس من جوز امي، لان هو كان متجوز مرات ابويا اللي كان متجوزها ابويا يعني الله يرحمه. بجد؟ طب ما تحكي لي عنهم شويه. لا ما هم اصلا ما بيحبونيش بس انا بحبهم عشان صله الرحم يعني. يا سيد ده انت طيب قوي. وبقعد اخدمهم يعني. عارفه اللي هو سوبرمان ده بيقعد يلعب ملاكمه في وشي، والتاني ده هو بيصلي وانا بدعي له.
والتالت ده التالت ده ايه ده؟ ده بقى راجل اهو ما شاء الله. كنت بساعده عشان يبقى كده يعني. انا حبيتك يا سيد. وانا حبيتك. وعايزه اقول لك على حاجه. ايه؟ دي مش الاميره، دي وصفه الاميره، وانا الاميره نوره. انت الاميره؟ اه. انا عايز الوصيفه، فين انت الاميره بجد؟ انا الاميره بجد. امال انتوا كنتوا متنكرين يعني كاميرا الخفيه؟ يبقى دي ابراهيم نصر؟ احنا بس كنا عاملين كده عشان نعرف مين هيحبني عشان شخصيتي، مين هيحبني عشان انا بنت الملك. انا حبيتك كوصيفه، طلعت اميره، طلعت وصيفه، ما تفرقش معايا. وانا اخترتك يا بابا. لا استني، قبل ما تنادي بابا انا عايز اقول لك على الحقيقه. في ساحر حول شكلي، انا كان شكلي غير كده، مناخيري كانت اكبر شويه، شعري كان، لبسي كان، انا فقير اساسا وما عنديش اي فلوس. ينفع تتجوزيني؟ اه طبعا ينفع. وانت اميره؟ وانا اميره. نادى ابوكي. يا بابا يا بابا. نعم نعم نعم. إيه ده أبوكي؟ لحظة دخول الملك، كان معكم مراسلكم العسل عثمان أبو لبن، فلتتفضل أيها الملك. يا عسل. إيه يا بنت؟ بابا أنا اخترت سيد. اخترت سيد يعني موافقة عليه خلاص؟ آه طبعا. طيب أوكي، أقيموا الأفراح والليالي الملاح، النهاردة فرح الأميرة نورة على سيد تريلا، ودقوا المعارك يلا يا أهل يلا. أنا فعلا كان قلبي دليلي. فعلا. قلبي دليلي قلبي هتفرق. قلبي سمكه سمكه بتجر السمكه سمكه. ولا حمص انت، هذا حمص. ايه ده حمص؟ ايه يا معلم؟ ايه مالك؟ مسودة علينا ليه على الصبح؟ هي إيه ليلة صدى عليك وعلى دماغك؟ ليه كده؟ الموج عالي ومحدش هيهوب نواحي البحر ابدا. يا عم وهي هتفرق مع العالم اللي هنا دول؟ ما كل واحد فيهم هينزل في البسين بتاعه. ينزل فين؟ البسيم، مش كل الفلل اللي هنا فيها بسايم. ثانية واحدة، احنا خلصنا من البسيم لما هنخش في الفلل؟ في ايه؟ اسمه بسين بالنون. انت مش فهمت اللي انا قلته؟ ايوه. خلاص بقى حمص. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ معاك استباحة؟ على الصبح كده يا ضم. اللي هم سموها استباحة ليه؟ لا انا الصراحة معيش. طب انا معايا، تعالى نولعوها. لا 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 لا، تعالى نتدار والنبع حمص. الدار ليه قاعد انت؟ الامن مفيش غيرنا هنا، انت الامن لازم تسيطر. يا عم انا مسيطر. سيطر كمان اهو. مسيطر. اكبر وسيطر. سيطر تولع. يلا نولعها. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نداره. احسن لحسن، انا خايف من بتوع الامن. يلا بينا. ثانيه واحده، ثانيه نسيت والزيتي، بس اخدها معايا. طب يلا بسرعه. اللي قبلك يخليلك. العب يا سمك. طب العب يا سمك البنات. هيه ياه ياه ياه، اخيرا جينا الساحل الشمالي. ده ابويا كان بيخلينا نفط في الترعه ويقول لنا دي غمصه، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت يا لحنتوسه، تعال شوف الملك والملكات اللي بقينا فيه. كراسيا. ايه انتهت يا يي اللي يي؟ قوم يا دفهم يلا، شوف احنا فين. انا جايبكم في انضف مكان، الشاحل الشمالي. هي دي الحياه. هي دي الحياه يا مش جمصه اللي ابوك كان قرفنا بيها. هي دي الحياه يا عم الحاج. احنا عادي كنا، لان ابوك كان حاططنا في قلب كومودينو هناك. ياض والله، ده احنا كنا قرفانين من ابوك، ده قرف حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ايه رايك ياض في المكان؟ انت قاعد على الشمسيه دي؟ الشمسيه دي. لا انا ما اقعدش على الشمسيه دي، انا هقعد على الشمسيه دي.
قال يعني هي الشمسية هي اللي قال يعني هذه الشمسية هي بقى اللي هتظبط الدنيا. انت بتقول اي كلام اهو الشمسية هي سيدة هي اللي انت حبيبها اهي. ايه رأيك بقى في المكان ده؟ مكان رائع جدا. ياض مش بقولك انا اللي جايبكوا فيه، اوعى تجيب سيرة جمصة دي قدام ابوك تاني. انا مش هجيب سيرة جمصة تاني في ايات وحتة قدام ابوك. كل ما اجيب سيرة جمصة يقول لي هناك ما بندفعش حاجة وهنا بندفع ويك ويك وكلام غريب كده يا عم الحاج. ابوك لما يجيب سيرتها هقطش ودنك على طول وما تسمعش الكلام. انا مش هفتح بقي. طيب ياض ياض حط الحاجة هنا ياض. هو ما فيش ولا بني ادم في قلب البلاد غيرنا ليه؟ ياض ما انت مش فاهم، هنا الناس بقى في الشاحل السمالي دول بينزلوا في العصاري مش زينا في جمصة بنفط من فجر الله. ايوه صح عندك حق. يا عم هنا ينزلوا في فكرتني بالفط. ايه ده انت بتعمل ايه؟ سبح الملك لله. استنى ازرر الزرار. هتعمل ايه علشان خاطر اعمل ايه؟ هوبا استنى سيبنا عوم يا عاطف سيبنا عوم يا عاطف. الله يخرب بيتك يا ده سيبنا عوم يرجع يا عم. انت ايه يا في ايه؟ هعوم. هتعوم هتنزل ببوكسر ابوك؟ امال انزل بايه يا ده؟ احنا في الساحل الشمالي تنزل بده مثلا. ايه ده بص شفت الحلاوه هذه؟ يلا ويه رايح فين يا عم؟ سيبنا عوم يا عم. سيبنا عوم. استنى يا عم. سيبنا يا ابو سيده. الله يا انت غريب يا جدع. ثانيه واحده انت وهو. ثواني انا بتكسف بس. استر نفسك اخويا. ماشي حاضر. انت رايح فين؟ بتفط ولا اكنها ترعه في بلدكو؟ ايه يا عم؟ هنزل اعوم يا عم الحاج. يا عم هتنزل تعوم؟ لو نزلت هتموت. ليه انا جايب مايوه مخروم؟ يا جدع انت عبيط ولا ايه؟ مفيش نزول ميه. لا انا هنزل الميه وبتبقى الرايه السوداء دايما وبننزل الميه في قلب جمصة عادي يعني. افهمني بس يا عم بوحه، والله الموج عالي هتغرق. لا انا مش هغرق، انا بقول لك يا عاطف اتعامل معاه انت. معلش لا معلش معلش يا عمنا انا اسف جدا، احنا اسفين، احنا مش هننزل هنا تاني، هننزل في البسين بتاع الفيلا. برضه؟ طب هو قال جمصة؟ انا ما قلتش جمص. يبقى انا قلت بسيم، انا اسف يا جماعه والنبي الحاجات دي راعوا الناس اللي حواليك. شكر يا عمنا قلبي شكر. ولا لو جبت سيره جمص ده هضربك 180 شمشم على بقك. والله العظيم ما افتح بقي يا عاطف. ماشي خلاص. بص احنا هنقعد هنا شكلنا مش اسبوع بس، ده احنا هنقعد 25 سنه يا. ايوه بقى بس الناس هتظهر امتى بقى والحاجات؟ الناس هتظهر في العصر. اسمع مني، هنا الناس بتصحى العصر. يا عاطف يا عاطف. يا فاتن يا فاتن. طب بيسي 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 وبعد كده عن قامي. انت خبط ايه شغل جمصة ده؟ ايه يا عاطف ايه يا عيال الحلاوه دي؟ جمصة ايدي اللي احنا كنا بنصيف فيها. عشان تعرفي بس ياما ابنك عاطف لما يتكتك ويمخمخ. اخلص ادي يا عاطف. حاضر يا ماما. وبعدين عايزاكم تتصرفوا كده بتصرفات كويسه وتكونوا مؤدبين، مش عايزين الناس اللي هنا يقول علينا بيئه. ايوه الله ينور عليك، الناس اللي هنا لو شافوكوا اصلا هيطردونا من هنا. اخلص ادي يا عاطف. حاضر يا ماما. واستنى نادي لك ابوك. انده ابوك. يا زينهم يا زينهم. ايوه يا وليا. منورة يا وليا. بنورك يا اخويا. والله العظيم قمر على البحر. اخلص يا زينهم. يخرب بيت ايامك اللي مش معديه معانا دي يا وليا. بتقول ايه يا زينهم؟ لا ده انا بكلم عيالك مفيش حاجه. بحسن. احط الحله فين؟ فين الشمسيه بتاعتنا دي؟ هي دي يا ماما. حطها هنا هون. يلا. طيب ماشي. ايه يا ماما هي الحله دي فيها ايه؟ اسم الله على مقامك، فيها شويه محشي وفسيخ. محشي وفشيخ؟ فشيخ هنا يا ماما؟ ايوه هنا. امال ناكل في البيت ونوسخ واقعد انضف وراكوا؟ فاضيانا للتنظيف ولا ايه؟ لا فاضيه نلف المحشي ياما. عيب ياض يا عاطف، احنا ما بنوسخش ورانا، احنا كل اللي هنعمله بعد ما ناكل نحفر فحره هنا وندفن كل حاجه فيها، ولا من شاف ولا من دري. يخرب بيت افكارك المنيله يا وليا. في حاجه يا زينهم؟ مفيش، ده انا بكلم العيال مفيش حاجه. ياما حرام عليك فحر. ايه ياما احنا هنا مش في جمصه ياما. ياما معلش الزباله بتاعتك انا هلمها في كيس واوديها في اي مكان.
وليك ما حفكيس وما نحن نحط هدومنا فين؟ لا احنا نحفر على طول وندفن ولا من شف ولا من دري. لا انا مش قادر انا استحمل اكتر من كده. بقول لك ايه يا حنتوسه؟ ايه يا بابا؟ انا مزنوق، مفيش حمام هنا ولا اي حمام. طب في حد شايفنا ولا اي حد؟ طب يلا بقى الاحسن، والله ما قادر. استنى يابا، هتعمل ايه؟ ايه صورتك هتتهز قدامي يابا. يا ابني صورتي تتهز احسن ما تهز انا كلي على بعض يابا. ما ينفعش اشوف، والله ما قادر اموت، ما ينفعش اشوف الحاجات دي يابا. طب اعمل ايه؟ مش قادر. بص يا زينهم، في شجره هنا على اول الشارع، روح وراها احفر فحره واعمل اللي انت عايزه ولا من شاف ولا من دري. خرب بيت افكارك المنيله يا وليا. ايه؟ مش قادر يا اخوانا. بتعمل ايه يا عم انت؟ عايز اعمل حمام دلوقتي. تعمل حمام هنا؟ امال اعمل فين؟ قول لي. انت عبيط يا عم انت، وانا اقول له ان الميه بيغير ليه؟ انا ما عملتش لسه يا عم. هو انا الصفون اللي في الشط ده ولا ايه؟ خد يا عم. انت يا عم يما، حرام عليك يما، اللي انت بتعمله انت وابويا ده يما. ايه؟ ايه ايه؟ هتقعدي تقول لي ايه يما؟ حرام عليك. حرام عليا ايه يا واد؟ ما تتكلم يما. حرام عليك، هتخلوا فضيحتنا بجلاجل. ليه؟ بلا جلاجل بلا حناجل يا اخويا، هو احنا جايين شفقة ولا جايين تسريبة؟ ده احنا جايين ودافعين قد كده هون في الشقة، وأي واحد فيكم هيتكلم ملوش عندي غير الشبشب، ماشي؟ بقول لك إيه يا عاطف، ما تلم الموضوع بدل ما نتشمبر على الصبح. حاضر. لا حاضر حاضر، خلاص يما. خلاص يما، بس الله يبارك لك والنبي يما ما تعملوا الحاجات دي هنا. طب ماشي خلاص يا عاطف. حاضر يا ماما. الله. جرايد، مجلات، مجلات، جرايد. جرايد جرايد، إله يا رب تتشلع السرير يا اللي بتاخد مني التحرير، إله يا رب تعمل الدور الرابع يا اللي ما تاخد اليوم السابع، إله يا رب تحبات محروق يا اللي ما تاخد مني الشروق. حد عايزني؟ أهو ده اللي غيظني. ألف شكر يا عمنا، مش عايزين منك حاجة. ليه يا أستاذ؟ الله، هو أنتوا لسه واصلين؟ يا عم لسه واصلين، وشكلنا هنقعد هنا من 30 سنة كده. ماني بنقوله كده برضك، أصل من شوية ما كانش لسه حد جاي القرية. جرايد؟ لا ألف شكر، مش عايزين جرايد، وإله يجي لك البواسير لو دعيت علينا تاني كتير. لا يا أستاذ. إيه ما تخلص يا أخويا، الواد قال لك مش عايز جرايد، مترش. زي يا حاج الله، بلاش نسترزقه ولا إيه؟ استني يا أما همشي راجل كده، ما ينفعش. خد هنا. ما تجيب جرنان الاخبار. اتفضل يا استاذ. احلى طبعا. ايه ده؟ ايه ده؟ اخبار وحشه. وحشه؟ شوف ده بقى اخر صفحه تعجبك. اخر صفحه؟ إيه. الله، برضه وحشه. ليه يا استاذ؟ الله مش عجباني. مش عجبك ليه؟ مش عجباني وخلاص، انت هتكتر معايا. معلش يا عمنا، غيره له. معلش امسك يا رب. ايوه كده. ايه؟ الزمالك خد الدوري؟ لا ما خدش الدوري للاسف، ما خدش الدوري. وامسك بقى الجنان بتاعك ده. الف شكر. بعدين يا استاذ، هتشتري ولا ايه؟ لا شكرا، انا مش عاوز. ازاي يا استاذ؟ بعد ما تصفحها مش عايز اخد ولا واحد. في ايه؟ اوعى ياض، في ايه؟ الواد بيقول لك الاخبار مش عاجباه، مش تنقوا البضاعه اللي انتوا بتبيعوها. يا ساتر يا رب، الله يطلع لكم ضب. تبتدي عليا؟ ايوه. خد يا عمنا، خد يا عمنا. معلش يما، انا اسف. معلش، تعالى يا عمنا اسف، انا هديك اللي انت. انا لبسته بالمتشقل. بص يا عمنا. ايوه اهو، خد يا عم الفلوس اهي، واديني كل الجرانين اللي معاك. اتفضل يا استاذ. الف شكر يا عمنا. الله يخليك. الله يعفشكم يوسف يا اللي ما تاخد رزق اليوسف. ايه اللي هتتشل وما يلاقوا لك حل يا بعيد؟ انت ايش كل الجرايد؟ مع الفلوس دي ما انت مش تعبان فيها، مصر زي ابوك. ما خلاص بقى يا ماما. اخلص ادي عطش. حاضر يا ماما. الله، اقعدي يا اخي. اهو دينا قعدنا مستنيين. اهو مات، اهو مات. ايه ده اخرس؟ غلبان. بسم الله ما شاء الله. ايه ده، بتبيع عوامات؟ اهو النبي غلبان. غلبان؟ اهو النبي. لا حول ولا قوه. تبيع اي حاجه. تبيع اي حاجه؟ اي حاجه. بسم الله ما شاء الله. طب العوامه الصغيره بكام؟ 3 جنيه. ده انت عايز 100 بلقة على بوقك لانك راجل ظالم. اه بقى يا جماعه. طب العوامه الكبيره بكام؟ 6 جنيه. قل
الافتراء اللي انت فيها الدال انا هضربك والله. ابا ابا ايمان. طب بذمه اهلك يا اكل عم الصغارة دي بتجيبها بكام جملة؟ اربعني. ايه ده انت بتخسر يا الله. الله خلي الناس تغرق. خلي الناس تغرق؟ بايزين؟ بايزين. بجد والله؟ الله. ايه ده بيجرقوا دول؟ اه طبعا. مخلومين؟ اه. بيجرقوا في البحر؟ حطبتوا تاعي. بيجرقوا على الشط ولا ايه؟ على الشط تموت. بيجرقوا؟ الله. اموت على الشط؟ اطول. طب الله يبارك لك. بص بقى. ايه؟ انا عايز ثلاثة بيجرقوا جامد. ايه؟ ماشي عشان ابويا وامي والنبي عايز اخلص منهم. اويا. اويا. ودي عشان بيبي. دي عشان البيبي؟ أوه. ماشي الف سنة. بيجرقوا حلو ولا اي كلام؟ بأمانة الله. الله. عشان لو ما غرقوش هيبهدلوا. أبا أبا. يا عم على ابو شكلك في ايه؟ ده انت عيل رخم صحيح. وعملوا لي عمو ميت عو شكله يقرف الكلب. ده حاجة بجد. أنا عاشف ولا ايه؟ ايه يما في ايه؟ في حاجة؟ لا يما ما فيش يما. يا عم انت يا عم يا عم في ايه؟ ايه ده؟ هو انا لسه خلصت؟ ايه ده ما خلصتش انا لسه؟ ما لسه استناك اما تخلص. ما خلص هناك احسن ما خلص هنا قدام الناس. هات يا عم الكرنيه. هات الكرنيه يا زوبه. حاضر. هو في حاجه ولا ايه؟ ده راجل غريب قوي لازم يشوف اهو يا عم. ما دام انت يعني واخد شقه وبتاع ما تعملش حاجات مش كويسه دي فيها ليه؟ يعني عايزنا نوسخ الشقه؟ مغفل يا عم. يجري يا عم. خلص يا عم مش قادر والله. شكلكم مستبحين زينا. زينا زينا. انت عسل بقى. معلش هقول لك على حاجه. اصل ابويا زي ما انت شايف راجل كبير وعنده السكر. وانا عندي الشيء. وانا عندي وعد. خلاص انا عندي وعد معاك والله. اقول لك على حاجه انا ماليش فيها يا عم. انت لازم ابلغ عماره. ايه؟ الاداره. اوعى يا عاطف. خد ياض مد ايدك جيب حاجه لعيالك. انا مش متجوز. خلاص يا خفيف خليهم معاك لغايه ما تتنيل وجيب لهم حاجه. انت بتديني رشاوي ولا ايه؟ لا ده عايز يتربى. خش عليا يا عاطف. بس تاكل 100 بلقه على وشك المكرتم ده. لا لا استناني بقى يا عاطف انا هتعامل معاه. خد هنا يا عم الشاويش عطيه. خد. هو انت شارب حاجه يا عم؟ مش هنقول انا اقول لك على حاجه حلوه. ما تيجي بقى نطلع للمدير. لا خلاص والنبي والنبي. وبعدين الحاج تعبان يا عينه عنده السكر. يا سلام انا كنت ناطط من على السور من شويه. اوعى يا زنب. هات ادي ال 5 جنيه. اتفضل يا حاج. وال 10 جنيه دي هديه مني ليكي. بس والنبي ما تجيبي سيره عمار عشان ماشي. زق عجلك يلا. السلام عليك. يلا. السلام عليك. جدع ياض يا حنطوسة ده انت عملت معاه سليمة ياض. امال ايه ياما انا رهبان في الحاجات دي. شفت يا موكوس؟ انا بتكلمين انا اولية ولا بتكلمين مين؟ ما بتكلمش عليك بتكلم على الموكوس التاني. خربت اشاراتك اللي محدش فاهمها. عددي. في حاجة يا زينهم؟ لا ده أنا بكلم المرور. شفت ياض يا عاطف يا موكوس؟ الواد أخوك الصغير خلص الموضوع وأنت واقف لي زي النطع. نطع قصدك على أبويا ولا أنا ياما؟ أنا بتكلمش على النطع الكبير بتكلم عليك يا أخويا. إيه ياما في إيه ياما؟ هنقعد سنة بقى نحكي في قصة الشاطر الحنطوسة. يا عيلة غم يا منيلين. مالك يا زينهم في حاجة؟ مش مالي. طب تعالوا نقعد بقى على البحر ونبسط ولا ايه؟ ما انا مبسوطة اهو. يلا انت مبسوطة ده انت النكدة علينا وعلى يلا يا ابني اقعد يا ابني. اقعد يا ابني اتبسط يا ابني واحنا بنيجي هنا غير كل فين وفين. يابا انا بحبك قوي يابا. يابا انا عايز اتجوز. عايز تتجوز مين؟ عايز اتجوز ام الخلول. ام الخلول متجوزة ومخلفة خلول. ما يقول حاجة تنفع تتجوزها. حاضر يابا.
في واحدة معايا هنا. محدش شافها؟ لا والله يا باشا. وديع انت بقيت بيع. شريهان 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 اصحى انت بقيت بيع قوي. جو فوغيزي ام بيزول. سيت امبوسيب. المعاصر افضل كتاب في الرياضيات بشهاده جميع الاساتذه. في ايه؟ وات وندرفول سي ماي دير. اه فعلا البحر عظيم جدا النهارده. بات واي ذا فلاج از بلاك. ايه ده؟ ده الفنان سيد مكاوي الله يرحمه. احب حضرتك قوي. شكرا يا حبيبي. الارض بتتكلم عربي. ايه يا عم سيد مالك قابس ليه؟ ايه يلا انت هتسحبني ولا ايه؟ بحبك والله من زمان. امشي طيب امشي عشان في كورونا اليومين دول. امشي حموه. صباح الفل يا كبير. صباح الفل يا حمو. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. في ايه؟ في عوق ليه النهارده؟ الموج عالي ومحدش هينزل البحر النهارده معلش سامحني. طب خد بالك بقى لحد ينزل ويحتاج مساعدتك يا حمو. لا ما تقلقش انا مسيطر. احبك يا مسيطر حبيبي. وديع. طب استاذن انا بقى يا باشا لان واضح ان هي هتهزقك وشكلك هيبقى وحش قدامي. اتفضل يا حمو اتفضل. شريهان شريهان شريهان. اصحى. الطريقه البيئه اللي انت بتتكلم بيها دي تتغي فالجاغ. تتغي فالجاغ. ميرسي بوكو امبيرو. بنجر سكري. وات ذا هيل. وات ذا هيل. كراسه الاول خبره في وضع الامتحانات. في ايه؟ بس يا بابي الفستان اللي انت جبته لي اخر مره كل اصحابي كانوا هيجننوا عليه. بس نيه عشانك يا حياتي والله جايبه عشانك مخصوص. بقول لك ايه يا دي حنطسه؟ ما تشغل لنا كده حاجه نروق الجمجمه شويه. اه والنبي يا دي حنتص شغل لنا حاجه. احنا اول مره نيجي الساحل الشمالي. عينيا شغل يا ابني. قولوا بقى هم استغنوا فرحان يابا. افرح يابا اوعى تشيل هم يابا. ما بشيلش هم يابا. مالكش دعوة بيبي دي خالص. بتقول ايه فينهم؟ لا مفيش ده انا بكلم السحاب مفيش حاجة. وبعدين هو انت صغير على الحاجات اللي انت بتعملها دي؟ يا ست سيبينا نتنين نتبسط في مصيف شوية يا ولية. عايز احس ان انا عايز اقعد يابا تعالى اتبسطوا يابا. حاضر يابا. يلا. عارف يابا نفسي في ايه؟ نفسك ايه؟ نفسي اشوفك راجل مرة واحدة. ما تضغطش عليا ما تضغطش عليا. عادي يابا في الجنة بقى. انت عايز تشوف كل حاجة؟ ما في الايه في يوم الايام. بابا يوم الايام بقى. حموه. ايوه يا باشا. ايه يا كبير؟ بقول لك ايه يا حموه والنبي معلش. أيوة. فهم الناس دول ان هم مش قاعدين في مشطفة هنا. تمام؟ دبلاج محترم. ده غير ان ذوقهم بيئة قوي ومشغلين اغاني مش طبيعية. خليهم يقفلوا الكاسة ده. حاضر سواني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عامل انا اسف يا عم. ايه يا عم حمو عامل ايه؟ الحمد لله تمام. والنبي اطفي الكاسه ده عشان الراجل مش عارف يقعد مع المدام. مفيش طفيان كواست يا عم. اطفي الكاسه. مفيش طفيان كواست يا عم. في ايه؟ كواست هقع والله يا عم. اطفي الكاسه تسمع الكلام. مفيش طفيان كواست وده اخرنا واللي عندك اعمله يا عم حمو. طب انده لحد كبير يا عم انت ولا ولا انت عارف لو ما مشيتش دلوقتي حالا من قدامي وشفت لك موقف تاني تقف فيه انا هعمل معاك ايه؟ هتعمل ايه يا ولية انت؟ انا مش هتكلم. انا هتكلم انا. شايف ابويا؟ يبان هفا لكنه من جواه راجل. ما تبانش مش هتحسها في كلامه بس هي جوه. خش له قول له بقى يا انت تعرف سليمان الحلبي؟
ايوه عارفه. عارف مات ازاي؟ على خازوق. عارف مين جد المدام؟ سليمان الحلبي. لا، جد المدام يبقى الخازوق. عرفت هنعمل فيك ايه؟ هنقعدك على جد المدام. من نفسك. اسفين. لا ده انا صح. شوف ايه ده؟ يا حلاوتك ايه ده؟ او ايه اعملها تاني يابا كده؟ اول مره اشوفك راجل يابا. ده انت هتشوف البدع. حلو قوي دي يابا. لما اقول لك ايه؟ ما تيجي نروح شلالات في يجرة. يا باشا العيله دي عيله لبش ومش هنعرف نسلك معاهم. يعني ايه الحل؟ انا هبلغ الاداره. لا وتبلغ الاداره ليه؟ انا اعرف اتعامل مع الوطيان ده كويس. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الزفت على دماغكم يا عالم يا زباله. اذا سمحتم يعني بعد اذن حضراتكم يعني نوطي لمستوى المتدني من الاغاني الفاسده اللي انتوا بتسمعوها دي عشان في ناس راقيه جنبيكم يا عالم يا واطيه. الراجل كله ذوق والله. ما شاء الله ما قالش حاجه غلط. فعلا فينا كل الحاجات اللي قالها دي. الراجل ده شكله محترم قوي يابا. ده ما هناش بلفظ. شكرا يا لطخ. العفو انا مش مستاهل كل ده والله. اعمل اللي هو عايزه يا ابني. اعمل اللي هو عايزه. اسف يا باشا. ثانيه واحده حضرتك هنشغل حاجه رايقه تليق بدماغ حضرتك. شكرا. شغل يا دي هتدوس حاجه للمزه كده نضيف. شغل حاجه فرنسي. حاجه اجنبي بقى. حاجه فرنسي. ماشي يلا. I need you baby. I never do what you want. I never do what you need. Don't treat me honey. انا ابنك يابا. ابنك. ابنك والله. يابا الراجل ده شكله هينفجر. ايه ده حضرتك ايه ده ايه ده حضرتك ده؟ حضرتك شكلك من منطقه شعبي وابن بلد. انت منين سعادتك؟ انا من المطريه من عزبه حماده. من عزبه حماده. ده انت عازم قرايبك كلهم بقى. ماشي يا عم. على فكره انا منها يا باشا. فعلا؟ انا من المطريه من عند الرشاح كده. ده طلعوا قرايبك انت على فكرة. هم اصحابنا. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ده انت نضيف قوي يا باشا. ايه ده؟ انت ابتديت ازاي بقى؟ انا ابتديت من البودرة. اشتغلت اقذر المهن في العالم. وعملت كل حاجة ممكن تتخيلها. وخنت ناس صحابي عادي جدا. عادي جدا. كنا نروح نشرب عصير عند العربي بتاع مصر الجديدة ده، عارفه؟ عارف. احط لهم شطة في العصير. اشرب وارجع جنبيهم. قذر قذر يعني. لا باين على حضرتك ما تقولش. انا فاهم. الحمد لله. شكرا يا لطخ. قلب ايه ده؟ ما تحترمنيش والنبي بقى. اجير والله. انت لطخ يا ابني لازم تحس بنفسك. في ايه؟ يلا يا ابني. يلا يا ابني اقعدوا اتبسطوا يا ابني على البحر. يلا يابا. يلا يا ابني. يلا يابا. ده الراجل ده ايه يابا؟ ده ايه الفن والحلاوه ده يابا؟ انت بتكسس هنا يابا. وديع. في ايه؟ ايه الطريقه البيئه اللي انت بترقص بيها دي؟ شريهان. 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 اصحى. جو فيغوزي ان بيزو دريكسيون. شوفرولي افيون. شوفرولي ايه؟ افيون. طحالب بالسكر. تمام؟ سلاح التلميذ نظافه ريحه توفير. بس يا بيبي احنا هنروح الديسكو النهارده؟ عندي الضمه شد عليا والله ما هقدر. ايه راي سعادتك في الاغاني اللي كنا مشغلينها؟ لا دي اغاني زباله يعني. اتفرج بقى انا هعمل ايه في الكاسيت ده. اتفضلي.
يا المهلبية يابا، المهلبية نزلت الجمعية يا بابا، المهلبية جت في الجمعية. أنا عايز بنج يا بابا. يا بابا أنت بتجوز ده يا بابا. ها يابا عايز بنج. جت سبيار حلوة. خلاص يا جماعة في زومبي على البلاد. أي حد يجي يمسك زومبي هنا. في إيه؟ باشا مرات حضرتك حلوة أوي يا باشا. ما عشان كده اتجوزتها متخلف. في ايه؟ مين اللي متخلف ده؟ انت وابنك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا اقعدوا. اقعد يا ابني. اقعد يا ابني عدل يا ابني. في ايه؟ في ايه يا باشا؟ في ايه؟ انت عشان غني يعني هتعمل اللي انت عايزه معانا ولا ايه؟ الحمد لله انا ادوس عليك. انتوا زي السوست يا ابني، طول ما انا دايس ما تضربوش في وشي. طب لما انت غني كده كنت تجيب شعر بدل ما انت سايبها كده. فين فلوسك؟ دي احدث قصه في الصين يا متخلف، دي قصه جيت لي. انت ايش فاهمك انت؟ انت بخيل اصلك. لو عندك انت جاي صحراوي ولا ايه؟ الاسكندريه؟ لا جاي من طريق الشوك عشان انا عارفه وعارف طرقه كويس. انت عارف انت بتحلق فين؟ بحلق فين يا اخويا؟ بتحلق عند الجنايني، بيجيب مكنه جز الحشائش ويخرط في دماغك. انا عارف الحلقات دي. طب ما تكلمنيش بقى بعد كده غير اما تقلع الخوذه بقى. يلا الله يابا. حلو قوي يابا. ياه يابا ايه ده؟ مواقف الرجوله في حياتك قليله بس حلوه. ما تخلص انت. الواد ده في فرقه رضا على فكره. اه فريسكا فريسكا فريسكا. ايه الهطل ده؟ انت يا ابني مش اخرس يا ابني؟ يا ابني ده اخويا التوأم. ايه ده؟ انتوا اتنين واحد اخرس واحد بيتكلم؟ ايوه يا عم عادي بتحصل فيه. طب بتبيع ايه يا عم؟ ببيع فريسكه. ايه ده بجد والله؟ الفريسكه السجاره بكام؟ 3 جنيه. طب اضربه بالشبشب على بقه ده ولا اعمل؟ بقه بايظ. في ايه يا ابني؟ يا ابني في ايه؟ انت ظالم زيك زي اخوك بالظبط. ايه يا عم في ايه؟ الفريسكه الكبيره بكام؟ 3 جنيه. يلا والله انت ظالم قوي. انت مفتري يلا. انت الاهبل. ايه في ايه يا عم؟ في ايه؟ انت واخوك هتجننوني. ليه؟ اخوك اخرس وبينطق الارقام وانت بتتكلم واخرس في الارقام. ايوه يا عم اخويا مادي، انما انا انساني. انساني بقى من دماغك يا ده بتاع الفريسكا. تعالى هنا. اصبر يا وليه. شاوي. ايوه يا باشا. شوف المدام. ايوه شاوي. ايه هتعمل؟ شوف الواد المنكوس يسيبني ويروح للمنيل على عينه. واديني لربيه هربيه. شوقي هات لنا زي كل يوم. احلى حاجه ليكوا. اتفضل. هات حبه من الطفح ده اللي انت بتاكله لي. والله ما عارفين بناكل. حاضر يا باشا. اتفضل. ايه مش هتدفع ولا ايه؟ لا اديك انا يا حبيبي. ربنا يخليك. خد يا شوقي سابق حاجه اهو. ماشي يا باشا. انت ايه ده بتاع فريسكا؟ ايوه يا وليه جاي لك فيه ايه؟ الله انا ياض مش اديتك حس الاول؟ ما الباشا ناداني ما اقدرش اعصله. ايه يعني ايه الباشا ناداك؟ هو احنا مش بني ادمين وبالنادي برضك ولا ايه؟ انتوا على دماغي يا هانم. عايزه ايه؟ عايزه زيهم. انت عارف هم خدوا ايه؟ ماليش دعوه. عايزه زيهم يا عم. عايزين فريسكا زيهم. هات هات حبه حلوين كده. خدي. ايه؟ اتفضلوا. هاتي فريسكا يما والنبي. امسك ياض. فريسكا يما قبل ما اموت. بكام دول؟ 30 جنيه. كام يا عاطف؟ 30 جنيه يما. ليه 30 جنيه؟ هو كده. مفيش هو كده. هات. استنى اشمها الاول. ولا حد. طهقتيني. اخرس هات يد. لا يما كملها. هبوظها يما. بوظها. خدها. هبوظها له خالص. هجيبها من مصارينك. هات يا ولية. بتفصل افترى يا ولية. كل انت يا حنتوس. امسك يا. انتوا مجانين ولا ايه؟ انتوا بتديها لي بعد ما اكلتوها؟ احنا كناها كلها. لا احنا كنا قد ايه منها؟ ربعها. يبقى تاخد 7 جنيه. وليه وليه 7 جنيه كتير؟ هي 5 جنيه ما فيش غيرها. انتوا مجانين ولا ايه؟ ايه العلب دي؟ ايه؟ ايه انتوا مجانين ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ انت شغال من الصبح لوك لوك ويك ويك وانت عايز ايه مننا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو انا وقعت فين يا جدعان؟ وقعت في جهنم يا خفيف. لا ده احنا اسكندريه وناخدكم على القمه. ولا تعرف تعمل حاجه. يعني ايه؟ ايه اللي يعني ايه؟ ايه يا وليه؟ متجوزه هفق؟ بتقول حاجة يا زينهم؟ انت فاكرة النفق اللي انت كنت مزنوقة فيه وانا طلعتك؟ فاكراه؟ فاكراه. اهبط يا زينهم. ايه؟ اهبط اهبط.
انا رايح المدرسه. ولا حنتسى. ايوه يابا. ايه رايك ياض نحفر فحره هنا وندفنه فيها؟ ولا من شاف ولا من دري. لا انا عندي فكره احسن من الفحره. ايه؟ احنا نحطه في قلب صندوق الفريسكا ونمشي نبيع بيه في قلب البلاد. مش كعور ياض. ايه ده يا باشا؟ الحق يا باشا. ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ ايه؟ بتفتروا على الولد ليه؟ وانت بتحنق له قوي كده ليه؟ كانش ابن خالتك؟ كانش ابن خالتي؟ طب روحي اندهي الراجل بتاعك اكلمه يلا. مفيش رجاله. مفيش رجاله؟ لا مفيش رجاله. امال ده ايه؟ خيار البحر ده ولا ايه؟ خيار بحر؟ بالراحه على الواد. بالراحه على الواد، ده انتوا قلالات الادب. قلالات الادب؟ طب والنبي ما هتكلم. تعالى يا زينهم كلمه. في ايه؟ في ايه مالك انت؟ احنا اتكلمنا. انتوا اتكلمتوا ايه؟ مين اللي كلمك وهزقك؟ مراتك. تبقى تديها بالجزمه، مالناش احنا ده. احنا عملنا حاجه؟ والله يابا ما عملنا حاجه، احنا بنتشتم على طول. هنهبط مكاننا وخلاص. لا ما تهبطش. لا بس انا عارف علاجكوا ايه. انتوا امن المترو يجريكوا يا زباله. هتشوف القميص اللبني دلوقتي تبقى عامل زي عايزه فوق يا طالبه، وتقعد تسيب كده. يا سلام يا سلام، احكي له على جدي. انت تعرف سليمان الحلبي؟ جد المدام اللي حلبه. تقفلتها لي يعني؟ بفكر لك فيها من اربع ايام هنا. قاعد اشوف اقفلها لك ازاي. ماشي. حاسبني انا يا باشا بقى؟ هحاسبك يا حمو يا حبيبي. يا شوقي يا مجنن. خد يا شوقي. ربنا يخليك يا باشا. ساب الحاجه دي وودي صفاء على المطبخ. ماشي حاضر. ماشي. ايوه كده هو. ناس ما تجيش الا بالعين الحمراء. انت كده صايع. انا مش فاهم. وانت ايه يا ابني؟ انت ايه؟ يلا اتكل على الله، روح اقعد معايا. تعالى ده المظلوم في الكوكب كله والله. لا بجد حاجه دريكسيون خالص يعني. بقول لك ايه، هات رغيف عيش. خدي. شم ياض يا عاطف. اه يما عنتانا. مصدر قوتي. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ورحمه ابويا دول عملوا بيبي هنا دلوقتي على البلاد. بيبي؟ لا يا حبيبي، ده اسمه فسيخ. اسمه إيه فسيخ؟ ايوه اسمه فسيخ. يلا بالطبق الطاير اللي في دماغك ده امشي من هنا. يلا يلا. ايه ده؟ يا ناصر. إيه عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ ما تسكت. انا مش ما تشوفه مركبه ايه في دماغها دي؟ انت عشان غني هتقعد ساكت. ايه ده؟ ايه الفسيخ ده ياما؟ دي فسيخه دي؟ ايوه. هي دي الفسيخه اللي انا جبتها لك مع جهازك؟ ايوه هي. دي فسيخه عن خامون دي يا وليه؟ ده انت ده امك اصلها تعشق النتانة، تلاقي مجاري مضروبة امك موجودة، بلاعة مفتوحة امك تحت بتصلح في المواسير، هايلة الموضوع ده. ما تهدى يا زينهم كده، قول هديت. انا هديت. خلاص بقى يا ماما. اخرس يا عطش. حاضر يا ماما. صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. صلي على رسول الله، كله يركز معايا يا باشا. اشتري لابنك مايوه العصفورة المتوحشة. اشتري لحبيبتك مايوه الرغبة المتوحشة. وعملنا البحر طحينة، وكتبنا عليها سمينة، من فوق الموج عدينا ولا حاجة تأثر فينا. وهقول لك حذر فذر، اسرح بس اوعى تفك. ايه انا ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه رأيك؟ ايه اللي جابك هنا يا؟ ايه؟ ايه ده، انت هتقع ولا ايه؟ في الساحل الشمالي احنا اهو خلاص. انتوا مش بتروحوا جمصة يا؟ ايه اللي جابكوا الساحل؟ ما خلاص بقى، راحت جمصة وراحت ايامها ولياليها. يبقى ورثتوا يا؟ لا مفيش، ده الرحلة دي كسبناها. في ايه؟ في كيس شيبسي. ازاي يا؟ والله ابويا كل الكيس لقى الكومود. لا بس باين عليكم برضو مناظركم جمصة. لا يا عم. شفت المية هنا؟ البحر هنا مية مش زيت زي اللي في جمصة. هنا دلع. بص الناس هنا، تعرف هنا لما بيصطادوا سمك بيطلع بالسلطة؟ ابني غنى احنا مش عايشين، انتوا هتشوفوا هنا العجب والله. الحمد لله والله العظيم فرحت اني شفتك قاعد يا سيد. بس بس مين السيد هنا؟ امال اسمك ايه؟ هنا اسمي جمال كوتونيل. كوتونيل؟ خد طقمك في كيسه، ادخل اوضتك وقيسه، وقول في السكرته كوتونيل ستر وغطا. راح اصح. لا والله وحشني. انت عامل ايه؟ مين العيله الزباله دي؟ كفش يابا، هرد يابا. العيله الزباله دي عيلتي. انت يا بتاع المايوهات. ثواني نشوف الولايه الخرفانه دي. الولايه الخرفانه دي تبقى امك. لا امك على نفسك، ثواني بس. ايوه يا حاج. بقول لك ايه؟ عندك مايوه شرعي؟ ليه هتعومي في الازهر برك؟
الكلام ده في جمصة يا حاجة، عباية لف وتاخدي غطس، حلة محشي وورق عنب وتقعدي تضربه. ايه ده يا عم؟ انت بتضحك دمك دي. ده انت لذيذ قوي ما شاء الله. يا نهار ابيض، انت عايز ايه يا وليه؟ عايز اجيب مايو انزل البحر. هتتوبي امتى؟ هتتوبي امتى يا وليه؟ انا كنت اعرف واحده جابت مايو قطعه واحده وطلعت على الساحل الشمالي وقالت ما حدش هيشوفني هناك، واول ما نزلت البحر ماتت 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 ماتت. ايه ده يابا؟ انت يا وليه تنزل البحر الناس ذنبها ايه تشوفك بالمايو؟ ايه انا ماليش نفسي يعني انزل زي الناس؟ اوعى يابا تخليها تنزل يابا، يابا استرجل مره واحده يابا. يابا انا حاسس ان انا عجزت وانت مش عايز تبقى راجل. مش مهم. مش مهم؟ امال ايه المهم في حياتك كانسان؟ الام هي الام، الام هي كل حاجه. يعني انا عايز افهم، الناس هنا جايه الساحل ليه؟ مش جايه عشان تنزل البحر؟ لا جايين يسحلوا. ساحل ساحل. ما تضايقناش بقى يا وليه بقى مايو. نعيم. ايوه. ثواني اشوف استاذ حسن كامي واجي لكم. بس طلباتك يا باشا، الشمس حلوه النهارده. مش قصتك، شوف المدام. طلباتك يا مدام. ازيك يا نعيم؟ عامل ازيك؟ معاك ايه النهارده؟ معايا مايو قطعه، مايو قطعتين، مايو ثلاث قطع. ثلاث قطع ازاي؟ اه بشراب كوره كده عشان الاناديل ما تقرصش في رجلك. بص الاشكال ده الاناديل وهياكلوها دول. طب الحاجات دي منين؟ مستورده ولا ايه؟ اه دي كلها مستورده، دي والله من العتبه كل الحاجات دي. ميدان العتبه برضه. خدي الحاجه دي كلها يا نعيم ووديها على المطبخ. اه وابعت صفاء قبلها على المطبخ. اوكي. طب ما انا ابعت صفاء اوضه النوم وننجز بدل المطبخ والجو ده. ايه ده ثانيه بصي لي تاني كده. ايه ده انت حوله؟ وايه اللي انت لابساه في دماغك ده يا ماما؟ انت عندك ماتش غسيل النهارده ولا ايه؟ جاكسون تعال تعال يا حبيبي. أبي لا هتعمل لي عبيط. فين إيراد النهارده؟ يا اخلص. فين الإيراد؟ في جيبي. في جيبك؟ كام؟ 50 جنيه. ايه؟ انت هتشتغلني يا ابني إيراد؟ مش 50 جنيه. أبوك مش 50 جنيه. يا ابن الأرانب. يا ابن الأرانب؟ أنت في الشتايم بتبين كلامك؟ هات يا دي الفلوس. كام؟ 60 جنيه. 60 جنيه؟ اه طب حلو كده اتكل على الله. عايز حب. عايز تاكل؟ تاكل ايه؟ فول. فول؟ فول. تاكل فول؟ فول. امسك خد جنيه هات فول. وطعميه. وطعميه؟ ده انت نزيه بقى. كلتها في الثانويه انا الطعميه دي. امسك خد جنيه هات كمان طعميه. بابا غنوه. بابا غنوه. انت جاي تتدلع هنا؟ مش هحقق لك كل احلامك انا. نص جنيه اخر نص جنيه. امسك. عايز حاجه تاني؟ انت بتاكل. انا مش اكل. انت معلم. انا المعلم. اه طب اكل ايه؟ انت اسكندراني. كبده اسكندراني. صدق اسكندراني. صدق اسكندراني. سمير الاسكندراني. سمير الاسك. بكام يا دي الاكل ده؟ بألف ونص. ليه ألف ونص؟ بغيرة. اه صح، طالما هتجيب سمير الاسكندراني بألف ونص. زود الفلفل على سمير بقى اهو. ابا ادا ابا ادا ابا ادا. شاطر شاطر. نعيم يا نعيم. ربي عندي البحر انا معايا. ما تنساش موضوع صفاء تبعتها على المطبخ. يا سلام من عينيا. انت بتقول له ايه بقى؟ بتقول له يبعت لك صفاء على المطبخ؟ اه بقول له يبعت لي صفاء على المطبخ عشان بتفصص البسله احسن واحده تفصص بسله. اه انت هتستهبل بقى، ده انا ياما قفشتك مع خدمات وشغالات في المطابخ. شريهان
شريهان شريهان اصحى جي في غيزي ان بيزو تحالب بالاجوا كرواسون بيتي مام باتون سالي ب2 جنيه فين وتوم من اسطنبولي ارتحتي كده مندل في علم الاحياء غبيه بتضيعينا كل مره بس انت عارف ان انا بحبك يا بيبي صح انا عارف جدا والله تياتروما انت يا دي بتاع المايوهات ايوه يا حاجه تعالى هنا هو انا هقعد اتنشور ما بينكم خير ايه وريني البضاعه يا مفيش بضاعه خدتها كلها الهانم خدتها كلها ايه هي عايزه ايه هي بتكدني ولا بتغشني ولا عايزه ايه بالظبط اهدي بس ده انا يا سلام اجيب لك احلى طلبات ليكي مخصوص حد يتنرفز في يوم حلو زي ده الشمس جميله والدنيا والشماسي يعني دقوا الشماسي احلى شمس واحلى شمسه جايين على رمي دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا اهلا وسهلا اهلا وسهلا صباح الخير صباح الخير اهلا وسهلا مين الواد مين يا عم انت تعالى انت روق بعيد ليه اهلا وسهلا اهلا وسهلا منورين مين الباشا ده مش عارف ده اول مره يجي شكله بس شكله راجل محترم انتوا بادينها كده اهلا وسهلا السلام عليكم يا باشا اهلا انت مين حضرتك انا حمو الغطاس بتاع الشط انت حمو ازيك يا أيوة. حمو صباح الفل اخبارك ايه كويس تمام والله الحمد لله برافو عليك يا حمو النهارده جو جميل قوي والبحر ناعم حصيره والسماء صافيه جميله يعني فعلا يوم هاي يوم لا بس هاي. في حاجه وحشه ايه الموج عالي وفي نوه هتحصل دلوقتي نوه وانا موجود ده كلام فارغ يا فرفر أمرني يا باشا تعالى أمرني يا باشا أهلا وسهلا أهلا يا باشا بيقول لك في نوة جاية تبوظ اليوم الجميل ده معقولة؟ لا يا باشا ما تصدقش ثانية واحدة بيقول لي دلوقتي لا ما تصدقش يا باشا اتصرف يلا اتصرف يا باشا ألو مين؟ الأرصاد؟ مين؟ بوسي ازيك يا بوسي الفيو عبلاج هنا هايل يا بوسي ايه لا سيوفي باشا جاي النهارده عشان يستمتع بالبحر جاي ايه قول لها جه خلاص جه سيوفي باشا جه يا بوسي فعلا طب حاولي تتصرفي ارجوك حاولي ايه تتصرف اتصرفي يا بوسي انا واثق فيك يلا سلام ها سلام. ايه الاخبار النوة اتلغت يا باشا خلاص مبروك النوة اتلغت يا جماعة اللي عايز يستمتع بالبحر ينزل يستمتع بالبحر النوة اتلغت؟ ده انا ما كنتش مذاكر غيرها دي ده في سنة كام؟ في تالتة نووي بس ما تقلقش خلاص تقدر تستمتع وتنزل وتبلبط في المية زي ما انت عايز باللبس العجيب ده اهلا وسهلا يا فندم ما تاخدش معاهم يا مومبي يعني ما تاخدش معاهم في الكلام قوي لان ده نص كنافه نص قشطه مش فاهم حاجه هم الناس البيئه دايما كده بس انت لازم تتعامل معاهم وضع طبيعي ما دام اتجمعتوا في مكان واحد وضع طبيعي ان انتوا تتعاملوا مع بعض اعرفكم بنفسي سيوفي ابو السيوف عايش طول عمري في امريكا اتعلمت في امريكا درست في امريكا عشت في امريكا اكلت في امريكا شربت في امريكا واتعلمت هناك البيئة عشان كده جيت للناس البيئة اللي موجودين هنا عشان أعلمهم إزاي يعيشوا
يعني حضرتك عايز تقعد هنا ولا هنا ولا تلعب في الرملة؟ ألعب في الرملة، جاي المشوار ده كله عشان ألعب في الرملة، أنا هنزل المية دلوقتي، بس أنا عايزكوا تستمتعوا، يعني كل واحد فيكوا يستمتع، بس معلش أنا آسف، أنا شامم ريحة مش مظبوطة. الناس دول عملوا بيبي من شوية. لا ما افتكرش، أنا عارف ريحة عارف الريحة دي كويس يعني. لا لا لا، دي ريحة حاجة تانية. أنا قلت من الأول إن دي ريحة فسيخ. فسيخ ياه، ما سمعتش الجملة دي من زمان جدا، كانت ماما الله يرحمها بتجيب الفسيخ في البيت وتقعد تفسخ بقى في البيت والريحة تضرب في الشارع كله. عشان كده إحنا في أمريكا عملنا فسيخ من غير ريحة، وعملنا فسيخ من غير فسيخ. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. يا عرعر عرعر، أمرك يا باشا. ما شاء الله ما شاء الله، الدخلة. طب تاني والنبي تاني. يا عرعر عرعر، أمرك يا باشا. إيه ده؟ ده أكتر من التسقيف بتاعي. استنى. خلاص يا عرعر مش عايز حاجة. الناس متضايقين من الريحة اللي موجودة دي، معقولة؟ أمرك يا باشا. يعني شوف أي اسبراي، رش أي روايح، معطرات، يعني اتصرف. عايز البلاش كله يبقى ريحته أهلا وسهلا مساء الخير. عايز البلاش كله ريحته حلوة، اتفضل. حاضر يا باشا. اتصرف، ده دوره خلص. أهلا وسهلا، أنا حضرتك استمتع، حضرتك استمتع، أنا هقعد ورا، اتفضل. بس يعني كلمونا بطريقة مش كويسة. ضايقوك يعني يا باشا؟ احنا طبقة محترمة في إيه؟ نعم. ازاي تكلموا معايا بطريقة مش كويسة؟ حضرتك أنا مش فاهم. احنا ناس من علية اللي تحت، مش انت. من علية اللي تحت يعني إيه مش فاهم؟ يعني شتمنا قدامك دلوقتي، حقنا ما جاش يعني. يعني الراجل ده شتم حضرتك؟ علينا كلام مش يليق بالطبقة اللي. إيه ده إيه ده؟ هو أنت عامل قنصل النمسا ليه؟ ايه في ايه؟ ان احنا ناس ايه اللي لا كلمونا ايه ده؟ ناس مهذبه، ما ينفعش الباشا. مين اللي ناس مهذبه؟ احنا مفروض يعني. مفروض لكن مش حقيقي يعني. اتفضل حضرتك، اتفضل اتفضل حضرتك، استمتعوا بالبحر من غير ما تتخانقوا يا جماعه، معقوله؟ انتوا الاثنين متجمعين في مكان واحد، لازم تتعاملوا مع بعض، ما ينفعش كل واحد يبقى مختلف مع الثاني. اتفضلوا استمتعوا استمتعوا. يا سلام، هي دي الرجالة ولا بلاش؟ الراجل برنس في نفسه كده وبيتعامل معانا زينا زيه. طب احترمي نفسك عشان انا قاعد جنبي. ايه؟ وايه يعني قاعد يا زينهم؟ وايه يعني؟ ما انت ما تعرفيش في الاصول حاجة. انا جايبك من ورا الجاموسة. والله جاي من ورا الجاموسة. بتقول حاجة يا زينهم؟ لا والله. تتكلم بأمانة يابا. بابا. ايه؟ عايزين ناكل بلح باللبن. انت ليه طلباتك بتاعت أغنياء؟ ليه؟ ياد حرام عليك ياد بقى ياد، وخلاص بقى يا ماما هتفضحونا هنا والله. اخرس ياد يا عطش. حاضر يا ماما. صلي على رسول الله، صلي على رسول الله. ازيكم يا بهوات؟ لو سمحت بعد اذنك. ايوه. انا اعرف حضرتك، مش حضرتك اللي كنت بتدخل تقول ني 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 اتفضل اتفضل حضرتك. ني 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 تشيرني. يلا مش هقول حاجة أنا خلاص. قولها وأنت وراك غيرها قولها. أنت يا شيخ بتاع المايوهات. أيوه يا هاني. وريني البضاعة اللي معاك ياض. معيش بضاعة أنا، البضاعة دي كلها للهاني. نعيم؟ ايوه خدامك يا هاني. لا لا لا، هو انا كل ما اندهك هي تندهك؟ لا انت عارف ياد، لو ما وقفتش دلوقتي كده ووريتني انا البضاعه واديني لقفلك انت واللي يتشدد لك. انت فاكراني جوزك يا عم؟ اتكلي على الله. احترمي نفسك يا ست انتي واتكلمي عدل. ما تقف انت الاول عدل يا حبيبتي وبعدين انا اتكلم عدل.
طب على فكره بقى يا حبيبتي، مش كل الطير اللي تتاكل لحمته. ورينا لحمته دي يا حبيبتي. ايه يا جماعه، ايه يا جماعه، ما يصحش كده. معقوله انتوا الاثنين متجمعين في مكان واحد؟ لازم تعرفوا تتعاملوا مع بعض. ما دام مش عارفين تتعاملوا مع بعض هتضطرونا نقسم البلاش. ده حاجة أنا اتعلمتها وأنا في أمريكا، عشان الناس ما تختلفش نقسم البلاش، الجزء ده والجزء ده. هاتولي الحواجز، عرعر فرفر، هاتولي الحواجز، أنا هتصرف، ما تقلقوش، ما تقلقش يا باشا. أوكي يا مدام. مدام مين حضرتك؟ مدام شريهان. شريهان، أهلاً وسهلاً يا فندم، أهلاً وسهلاً، ما شفناش حضرتك من وقت الفوازير، ما شاء الله، أهلاً وسهلاً. يا شي. اهلا وسهلا. ايوه الحاجز ده حضرتك ما حدش هينفع يعديه، والحاجز ده ما حدش هيعرف يعديه. الجزء اللي في النص ده عشان نراقب لو اي حاجه حصلت واي حد خالف المكان بتاعه. كده انتوا اتقسمتوا خلاص. ما بنعمل ده كله عشان مصلحتكم يا جماعه. ماشي. لا 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 لا، المكان ضيق جدا، ده كده اوفر قوي على فكره. يعني عايز ايه؟ عايزين لو كده نقوم نروح الفيلا بقى نقعد براحتنا. انا لا يمكن اروح واسيب لهم المكان يتمتعوا بيه لوحده. نقعد هنا وسط البيبي بقى. انت بتقول ايه يا وليه انت؟ وديني يا بعدين، يلا انا عايزه اتخانق معاها والله هجيبك من شعرك افركه. ايه يا ده احنا نكور جرايد ونهدفكم بيها؟ لا مش سهلين يا جماعه، مش هينفع كده. يعني بالرغم من ان انا قسمتكم برضه بتختلفوا. ما انت يا اسطى مش شايف بتقول ايه يا اسطى؟ بعد كل الدراسات اللي انا عاملها وتقولي لي يا اسطى؟ عموما بما اتفضلي حضرتك. ايه معلش، دول اصلا مش بني ادمين. مش بني ادمين؟ اه حضرتك، هما فعلا مش بني ادمين، وهما ناس رعاع وانتوا عليه القوم، بس لازم تتعاملوا، ولما تتعاملوا من ورا الحدود. اتفضلي حضرتك. اتفضلي. انما هاي ما احنا بقر ونازلين من على الشجر. ما بلاش حكايه الشجره دي. ما انا عرفت، قال يعني بترويها، ما انا عارف. اتفضل حضرتك، اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه. الحدود كده هو هتعمل مشاكل اكتر، يا ريت نضيق الحدود. عرعر فرفر، اتفضلوا ضيقوا اكتر اكتر. ما تلفها على وسطي يا ابني. كده شكل القرد اللي في الجنينه. خش جوه لو سمحت. حدودك ما تطلعش دماغك بره حدودك. رجلك يا هانم، رجلك بعد اذنك. لا انت هتتمطع. انا اسف، معلش. اسف ايه؟ رجلك لا اهو. ايه؟ انا تخين. دي مفاجأة. دخل عمو سلامة يا عمى. دخلوا لي الروايات كلها في بعض. رجلك جوه لو سمحت، رجلك جوه بس، حدش يقرب. كله كده اهو، كل واحد يلزم حدوده. لا مكان بقى ضيق قوي كده. ايوه بس بتاعك، مكانك ضيق بس بتاعك. صح. اتفضل حضرتك. يا وديع. عايزه ايه من وديع؟ اتهدى شويه. انا لو خرجت دماغي القناصه هيضربوني. يابا ما تتكلم مره واحده يابا، هو انت راجل جرافيك؟ طيب يا عم اتكلم يا عم. اتكلم انا يا ابو ده يا ابا. اتكلم. يلا نمشي. يلا بينا. احنا عندنا فيلا بدل الشيشه اللي احنا قاعدين فيها دي، عندنا فيلا تلمنا. يا جماعه ما انتوا كده بتعدوا حدودكم يا اخوانا، كده عديتوا حدودكم. لا لا يلا. حدود ايه بس يا عم؟ عامل لي فيها دماغ امريكاني وانت دماغك طلعت صومالي. يلا يا عطش. يا جماعه ما يصحش كده. يلا يا شريهان، احنا نبيع الفيلا الزفت دي ونشوف لنا مكان انضف من كده. معقوله تبيعوا الفيلا؟ معقوله يا جماعه؟ هتروحوا جمصة؟ معقولة؟ هنروح جمصة. ماشي براحتكم. مع السلامة. مع والله. السلامة يا جماعة، ما يصحش كده يا اخوانا، ما ينفعش كده يا جماعة، عيب كده. يا اخوانا. مية هو ده الشغل يا معلم. مية دول كانوا اخر عيلتين في القرية وخلاص. حلو قوي. العربيات النقل جاهزة؟ جاهزة يا باشا. حلو، العربيات تخش دلوقتي، الفلل اللي موجودة في القرية كلها تتفتح تتفضى، تتعبى العربيات وخدوها على المخزن. والله العظيم انت معلم كبير. نعلق الرايه السوداء، ندخل العيال دي يعملوا عليهم نمر وحركات، نخش احنا نحط حدود ونكوش احنا على البلد كلها. ده انت معلم كبير والله. امال ايه يا ابني؟ ما متعلم منين يا ابني؟ متعلم منين؟ اهم حاجه هنخلص ده هنا، نطلع القريه اللي بعديها نقسمها ونوزعها. القريه اللي بعديها نقسمها ونوزعها.
مصر. الو اميتو، ايه هتعمل ايه؟ بقول لك يات البغبغان اللي اشتريته منك ده، دخلت امبارح لقيته مقطع شرايينه ومنتحر. مش عارف، انا كنت بحبه والله، كنت قاعد اكلمه يرد عليا يقول كلام تاني. طب ايه، يكون زهق يعني ولا ايه ده؟ ولا يكون مثلا بغبغانة بتاعته سابق؟ ما انت احكي لي. ايه ده، رصيدك انت؟ طب يا عم في ايه؟ بالراحه علينا يا عم، بالراحه يا عم. في ايه؟ هم كلمه، هم الساعتين اللي بتكلمهم بيقفوا في زورك يا عم. ده انت بيت ممل قوي والله، يخرب بيتك انت. مش عارف انتوا ناس بتيجوا حاجه غريبه. طب اقفل اقفل، عشان في اتنين كده لولي وهاردي دخلوا عليا. حياة حلوة والله، دي حاجة بتاعتك انت يعني. انت بالنسبة لك حلوة، انا بالنسبة لي زفت وقطران. انت مين يا ابني؟ انا جلدة. ايه جلدة؟ انت سباك؟ لا يا باشا مش سباك. اصل في اي مسرحية اللي اسمه جلدة بيبقى سباك. لا احنا هنا في مسرحنا بنقدم حاجة مختلفة تماما. انا كنت ببيع كتب، فعشان كده مسميني جلدة الكتب يعني. يا خيالك. لا والله، ده خيال المؤلف. عمود الهقي بلكون. نفتالين عكاون ايرمز. كلاكس ولا عادة؟ انت كلاكس ولا عادة؟ هو في بخطين وفي بخط واحد. انت تشاور وسيبك بقى من الحاجات اللي بتقولها، انا اجيبهولك على طول. خطين؟ الواد ده يقصد ايه؟ مترو الانفاق. يا جدعان يا جدعان، خليكم معايا انتوا بس. انت مين؟ سيد معوض. وانت مين؟ احمد شديد قناوي. معاكوا فلافيو. اهلا يا سيدي. فين مخلص؟ اقول لك بقى فين مخلص. انا قلبي اتفتح لكم واحكي لكم حكايه صغيره. مخلص كل يوم لما بيجي يختفي بيعمل اختفاء مفاجئ. رغاين قوي. اسفين جدا يا باشا. اسفين، انت مستحمله ازاي ده؟ والله اهو بكسب بيه ثواب يعني، الحمد لله. ازيك يا مخلص؟ ها فكرت ولا ايه؟ احنا فكرنا ووافقنا على المليون دولار. لا معلش، انا غيرت رايي. نعم حضرتك، انا ندلي طول عمري، سيبك من اسمي. هتدفع 2 مليون دولار تحت امرك. ساسا بينك. ساسا براحتك. انا ده الرقم اللي عندي، هتدفعه انت حرين، مش هتدفعه انت حرين. الو ها يا باشا، وافقتوا؟ الواحد ونص. ايوه كده يا باشا، ايوه كده. ماشي ماشي، خمس دقايق واكلم حضرتك على طول. ماشي يا باشا. ها يا مخلص، هتاخد الفلوس ازاي وهتسلمنا السدهية امتى؟ حضرتك انا مش هسلمكم السدهية، انا جالي عرض اكتر من اللي انتوا عارضينه، وهتدفعوا 2 مليون دولار انا تحت امره. جراكن المزلقان، جراكن المزلقان. سقسق بنس. 2 مليون دولار ليه؟ ده مش اتفقنا. انا غيرت اتفاقي، انا ندل يا سيدي، هتدفعه تحت امرك. ادينا فرصه نفكر. ماشي. عمود الهقي بلكون. نفتالين عكاون ارمز. كلاكس ولا عاده؟ ايه نايلون وبلابيع النجوم؟ روق نفسك، احنا نشرب 2 عرق توت ونبقى تمام. عرق توت؟ الراجل ده بيبيع مشروبات غريبه قوي. عرق توت؟ هو بتاع التاتولا. يعني بيبيع تاتولا وعرق توت؟ مش بيبيع حاجه تانيه؟ لا عنده تيتا وتاتو وحسب يعني، مع العرقتوت كده حته تيتا وتبقى تيتا. بلاش. انت بتبيع تيتا؟ لا تيتا اللي هي تيتا تاتو. ما مش فاهم ولا انا والله. تاتو ازاي يعني؟ مش فاهم انا اصلا. إيه ما بخشش هنا. انت فين يا مخلص من الصبح؟ مفيش، عمال بسمع الافيهات الغريبه. اروح انا بقى اسيبكم. ايه يا مخلص كنت فين؟ ايه كنت فين يعني؟ انت بتدور عليا ليه يعني؟ انا كنت قلقان عليك قوي. قلقان عليا ولا على الفلوس؟ لا فلوس ايه يا مخلص، هو انت لسه قبضت حاجه؟ بس عموما انا خلاص بيني وبين الشرطه كل حاجه اتظبطت، وعارفين كل حاجه ومراقبين كل حاجه من بدري، فمالكيش حاجه عندي يعني. الحق مخلص. امك اتخطفت يا مخلص. انا اتخطفت؟ مين اللي قالك؟ قالك مش عارف، انا رحت لقيت باب الشقه مكسور ولقيت الورقه دي، فانا كنت هموت واقرا اللي جواها، بس قلت الفتول بقى ايه عشان ما تزعلش مني. اقرا لنا انت. طبعا امك تهمك جدا، هتسلمنا السي دي هنسلمك امك، مش هنسلمنا السي دي مش هنسلمك امك، وقول عليها يا رحمن يا رحيم. ايه ده؟ يا باشا يا باشا، الحركات دي يا باشا، تخطف امي كده يا باشا؟ ايه هتقتلوها؟ لا براحتك يا باشا، براحتك اقتلوها، هي اساسا كانت رجل بره ورجل جوه.
وبعدين هتعيش ايه اكتر معاشك يعني؟ على الاقل يعني الست هتموت برضو ايه وتبقى ضامنه مكان في الجنه يعني حضرتك. لا مش هممني خالص. موتوها موتوها، انتوا لو سبتوها يومين هتموت لوحدها يعني. ماشي يا باشا، مع الف سلامه، مع الف سلامه. لو ما جبتوش الفلوس انتوا حرين. يا نهار اسود يا مخلص، انت مش همك مش همك امك وهمك الفلوس؟ انت ايه تركبتك دي؟ ايه تركبتي؟ انا لا يهمني ابويا ولا يهمني امي، انا بتاع فلوس وخلاص. انا مخلص سموهوني غلط اساسا. وبعدين انت اساسا مش كنت جايه هنا عشان ايه؟ مش عشان الفلوس؟ لا يا مخلص، انا ممكن اكون في الاول فكرت في الفلوس، لكن لما رجعت نفسي لقيت السكينه كانت سرقاني، ولقيت ان فلوس من غير وطن زي ميت من غير كفن. لا خليك انت بقى في الوطن يا ماما، وانا خليني في الفلوس. ايه ده هتركب انت؟ امال ايه؟ طب حاسب الديكور، حاسب حاسب براه براه، حاسب حاسب يا ابني. يا رفعت باشا. حاضر الضابط ندى. ازيك يا بيبي؟ بيبي ايه؟ شايفاني لابس بامبرز ولا ايه؟ ازيك يا فندم؟ عملت ايه في السدهايه يا فندم؟ مش مهم دلوقتي، المهم ان هو طمع وطلب من الناس التانيين 2 مليون لما حضرتك عرضت عليه 1.5 مليون. 2 مليون؟ لا احنا مش هنسكت على الموضوع ده، انا عايزك تراقبيه وتاخدي بالك منه كويس قوي. ايه تاني حصل؟ هو انا ما جبتش السي دي، ما عرفتش مكانه، بس المهم يا فندم ازاي واحد زي مخلص ده الظروف وصلته ان هو يبيع نفسه ويبيع اهله مقابل الفلوس؟ ده تركيبه غريبه جدا يا فندم. ايه ذكر البط اللي انت بلعاه ده؟ اكيد اكيد مخلص ما قابلش قصه حب حقيقي في حياته. مسكين يا مخلص مسكين. يا كوكو جمو، انت بتتكلم ازاي يا استاذه؟ انا كل ما اخرجك مره كده واقف معموريه مع المتهم تحب البطل، فاكره نفسك ايه كريم عبد العزيز في الباشا تلميذ؟ اصل يا فندم مفيش يا فندم. وبعدين معاكي إيه؟ اتفضل يا فندم. ايه ده؟ تقرير. ده ايه دي؟ فلاشه يا فندم. يعني ايه فلاشه؟ تتحط في العشاء بتناخد السخونية وكله تمام. تمام. انا عايزك تراقب الموقف كويس قوي. حاضر. يا شريف خير؟ تمام يا فندم. مخلص هيسلم السي دي الساعه 8 النهارده ويستلم الفلوس في كازينو اسمه القطه الحمراء. القطه الحمراء. البلاكات يعني. ما شاء الله عليك. انا الحاجات دي سنه كامله بيعسف امريكا عشان نتعلم لغات. بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا. يلا بقى عشان الساعه بقت 9. يلا بينا على القطه الحمراء. الدنيا اكتر من مزار يمكن يهزك، مزار يمكن يوزك، مزار بدي غير، مزار بدي صبر، مزار جبنا جبنا، مزار قلنا ناكل، مزار اكلنا، مزار السر كله. والان معقولة فقرات الكباريه؟ ايه القطة الحمراء حمراء مع النجم الفنان قال اللي كسر الدنيا انيا احمد شيبا. شيبا جاي شيبا جاي شيبا جاي الله يا شيبة. صباح الفل، بقالنا ساعة مستنينك يا شيبة. بقول لك انا مخنوق ومش طايق اغني النهارده خالص. ليه بس يا شيبة؟ يا عم انت مش لاقي كلمات في السوق خالص، كل الكلمات وحشة. يا ابني يا بالكلمات دلوقتي قول اي كلام تبقى نجم. ازاي؟ هو انت هتبقى احسن من اللي بيقول انا على باب الجنة ادخل ولا استنى؟ هو بمزاج اهله. صدق عندك حق. عارف. ولا التاني اللي يقعد يقول لك ايه انا مش قادر انا مش عارف. مش قادر مش عارف اقعد في بيتكم. عارف ينزل ليه؟ تعرفنا. ولا التاني ده اللي يقول لك نفس المكان اللي كان بيجمعنا. لا دي حلوه، افتكرتك تهرج. بحبها. ده الهضبه. طبعا. طب غني يا شيبه وحياه النبي. يا عم والله العظيم مخنوق ما طايق اغني. يا ابني مالك؟ اللي مني ماله بيزعل. يا لهوي. بقول لك ايه، طبل واسمع الحكايه بتاعتي. ماشي هطبل لك انا. استنى بقى. خش. يلا يا شيبة. اللي مني مزعلني. اللي مني عايزيني ايه 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 مني. وحياة امك غني حاجه غير دي. وربنا شاربين ب 150 جنيه خمر انا والشباب عشان ننسى الهم ده. بلا اللي منك بلا اللي مش منك. يا اخي انت صاحبي اقف جنبي واسمع حكايتي. طيب غني يا شيب. اللي مني مزعلني.
اللي مني عايزين ايه 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 مني واللي فاكرة اخويا غضب عني انا سابويا واللي كنت بحبه خالص قلبه مفهوش ود خالص واللي مني احنا في بلد العصر على الطلاق العيل بيتولد من هنا انت عصه تعجل او لعبة سيبك وانا روح العظيم الواحد مش زعبولة زعبولة سيبه غنى زعبولة مش دلوقتي خش الكلام ده مش بكفي غصب عني انا ظروفي عالمرار ما بقتش قادر اسمي ايه ما بقتش فاكر واللي مني على الطلاق انت نجم مية المية 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 على الطلاق اسيادنا راضيين عليك تعبنا ولا اسيادنا يا اخوانا زعبولة سيبها زعبولة طيب مش هو طيب والله يا شيبة بس في حاجة غلط يلا يا شيبة معلش شفت منكو حاجات تحير عيب عليكو أنا مش مصير كنت بحبه خالص قلبه مفهوش ود خالص واللي منا ينعل أبو شكلك في الأرض ده أنت غبي داوي ده أنت واللي بيننا مخلينا فاركلنا شايلنا لا حول الله لا حول الله ربنا يستر على الكباري ده هو ده كازن القطة الحمراء ساعتها انا عارف ان هو ده البلاكات اهلا اهلا وسهلا انا بقالي كتير ما جيتش الكباري ده من قد ايه ساعتها من 3 ايام كنت في اخطر مأمورية كنت بتعمل ايه مش عارف انا كنت